مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. طبعا غبت عنكم الكام يوم اللي فاتوا، كنت موجود في الامارات في ابو ظبي لمتابعه المباراه النهائيه لكاس السوبر المصري سوبر الابطال. كسب النادي الاهلي، كسب الزمالك بركلات الترجيح 7-6 بعد مباراه مميزه. الاهلي سيطر على الشوط الاولاني بشكل كامل بعد تغيير زياد كمال اللي عملها جوزيه، وبينت ان زياد كمال عنده مشكله في نص ملعب الزمالك. لما بيغيب دونجا زياد ما بيقدرش يعوض الفارق بصراحه، خلينا نكون صراحه يعني، ودي من الحاجات اللي كان يجب على الزمالك انه يعدلها ويصلحها في انتقالات الصيف يعني. لكن التغيير يعني جعلت نادي الزمالك يعيد تاني مشاركه الاهلي في السيطره على نص الملعب. الشوط الثاني سجال، الشوط الثالث والرابع الاهلي افضل شويه. ركلات الترجيح كسب الاهلي 7-6 وتابعنا المباراه كلنا، وكسب الاهلي الكاس. والامور دلوقتي بقت انتقلت من السيطره البيضاء على مباريات القمه الى السيطره الحمراء مره اخرى على مباريات القمه. الزمالك فاز بكاس السوبر الافريقي 27-9، والاهلي كسب السوبر المصري مؤخرا. عموما التنظيم كان رائع، سلوك الفرقتين اللي في المباراه النهائيه كان رائع، شكل الملعب كان رائع. طبعات كتير، انا قعدت مع ناس كتير جدا في المباراه، وقابلت المجلس اداره الناديين، وقعدت مع الكابتن محمود الخطيب، وقعدت مع الكابتن حسين لبيب، واتكلمت مع اعضاء مجلس الاداره سواء المهندس خالد المرتجي، دكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق قنديل، النائب محمد الجرحي، السيد محمد الضماطي، كل الاعضاء مجلس الاداره. كان موجود على فكره امير توفيق مدير شركه الاهلي، كل الناس كانت موجوده. في الناحيه الثانيه كان موجود، التقيت بالنائب حسام المندوب، التقيت بالكابتن احمد سليمان، الكابتن حسين السيد، السيد عمرو ادهم، النيره الاحمر، النصوحي، كل يعني الناس اللي كانت موجوده. والحقيقه الانطباع على الناس في الامارات رائع جدا، بعيد عن القصه اللي حاصله بتاعه الاثنين لعيبه والكابتن عبد الواحد السيد اللي هو دونجا وشلبي وعبد الواحد السيد، وهنتكلم عنها بعد شويه. لكن الانطباع ان الامور كانت رائعه جدا، الاجواء كانت رائعه جدا، التنظيم كان رائع جدا، والشكل مثالي كمان في الجمهور وحضور الجمهور وسلوك الجمهور. الحقيقه كان ماتش مثالي في كل شيء، ودي سمه الاهلي والزمالك لما بيلعبوا في اي مكان. لكن الاهلي، وعايز اتكلم بواقعيه في بعض النقاط يعني، دايما مكتوب عليه ان فرحته ما تزيدش عن 24 ساعه. يعني الاهلي لعب الخميس، كسب كاس السوبر، رجع بالطياره بتاعته على القاهره، الجمعه كان اللعيبه في البيت واخدين اجازات، لابسين الساعات اللي الكابتن محمد رمضان مديها لهم، ممنوع حد يتحرك، ممنوع حد يسهر، ممنوع حد ياكل اكله زياده. عارف الساعه دي، الحق يا كابتن رمضان، ده امام عاشور سهران، الحق يا كابتن رمضان، ده كهرباء معرفش ايه، الحق يا كابتن رمضان، الساعه بتقول كل حاجه، ما بتهزرش يعني، حاطط لهم يعني كاميرات في كل حته. الساعه دي فتانه جدا، عصفوره يعني. فاللعيبه ملتزمه، السبت مود مباراه العين. الاهلي مكتوب عليه ما يفرحش ساعات، وكل الانظار دلوقتي من يوم السبت من امبارح في التمرين، في الاخبار اللي على الصفحه، في التصريحات اللي بتطلع، في كل شيء خاصه بمباراه العين. من حظ كهربا ان مباراه العين يوم الثلاث، وده سهل من مساله العفو عنه. وسببه علي عنده مشكله، واضح من الماتش اللي فات عنده اجهاد كبير. طاهر محمد طاهر خرج من الملعب للاصابه، فبرضه لسه الاطمئنان عليه مش 100%. فمين فرود النادي الاهلي في مباراه العين؟ ومباراه العين ما فيهاش مكابره، مباراه العين مباراه كبيره، بتقابل منافس قوي. نتائجه الفتره الاخيره خسر من الهلال 5-4، اتعادل مع دبا الحصن في الدوري الاماراتي 0-0 او 1-1، يعني نتائجه شويه مهزوزه. بس انت بتتكلم في فرقه يعني كانها منتخب، انت بتتكلم في 20 او اكتر من 20 لاعب محترف في كل المراكز، وبالتالي بتقابل منافس عنده طموحات كبيره جدا. هو بطل تشامبيونز ليج، عنده بطل اسيا، كسب اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بتاع كاس القارات، وجاي لك بيلعب معاك على بطوله، على بطولتين، بطوله بطل القارات الثلاثه اسيا وافريقيا واوقيانوسيا المحيط الهادي، والبطوله الثانيه ان هو بيكمل السيمي فاينل بتاع كاس القارات اللي هيلاعب الكسبان من الاهلي والعين يوم الثلاثاء ان شاء الله. هيلاعب الكسبان من بطل الامريكتين، باتشوكا المكسيكي بطل امريكا الشماليه هيقابل بطل امريكا الجنوبيه يوم 11 ديسمبر في قطر في استاد 974.
البطل امريكا الجنوبيه هتحدد يوم 30 نوفمبر الشهر الجاي، بطل الليبرتادوريس يعني اللي هي بطوله امريكا الجنوبيه. الكسبان منهم هيلعب الكسبان من الاهلي والعين. اذا مباراه التلات دي بجانب جوائزها 2 مليون دولار بجانب حاجات كتيره جدا هيكسبها الكسبان. اول كاس في التاريخ لبطل الثلاث قارات. اللي هيكسب المباراه دي هيخلد في التاريخ، اول بطل لهذه البطوله. نمره 2 هياخد جائزه كبيره جدا، نمره 3 مكمل مشواره في كاس القارات. وده انجاز ما بعده انجاز، انجاز عظيم في كل المستويات، على المستوى الفني، على المستوى الادبي، على المستوى التاريخي، على المستوى المادي. فدي بطوله كبيره جدا، الناس في الامارات مهتميه جدا بالمباراه. اوعى تفتكر العين جاي مستسلم، لا ده العين باعت ناس من بدري تشوف المكان والاقامات والتدريبات زي ما احنا بنعمل. بنبعت الاداريين قبلها بيوم واتنين يبصوا ويطمنوا على الحاجات اللوجستيه كلها، لكن كمان العين جاي وهو عارف انه هيقابل نادي كبير وعظيم. وخد بالك نادي العين جاي متحفظ جدا. والراجل كريسبو المهاجم الارجنتيني الشهير القديم هو حاليا المدير الفني بيقول لك انا استطيع اني اكسب اي فرقه. هو راجل في تصريحاته حتى في الصحف هناك لما تقرا العناوين وراجل كده شباب عناوين الصحف الاماراتيه. الراجل متفائل جدا وبيقول لك العين جاهز جدا وجاهز لبطل افريقيا لو النادي الاهلي. الزعيم يستحضر، ده في جريده الاتحاد الاماراتيه واحده من اشهر الصحف هناك، الزعيم اللي هو العين يستحضر روح التحدي الاسيوي قبل مواجهه الاهلي. ده جريده الاتحاد الاماراتي. سريعا يا شباب، الامارات اليوم السوبر المصري تسبب في تعادل العين مع الحصن، يعني معناه ان العين كان مشغول بمباراه الاهلي مش مركز في مباراه الدوري لانه كمان كان بيريح لعيبه كتير من النجوم. يعني في البيان العين جائز والاصابات تضرب الاهلي المصري قبل كلاسيكو العرب. الاصابات تضرب الاهلي المصري، شفنا وسام طلع يعني مش مظبوط، شفنا طاهر محمد طاهر عنده مشكله، يوسف ايمن ارتجاج في المخ، والدكتور حتى الطبيب قرر استبعاد يوسف ايمن من المباراه، واشرف داري مش جاهز للمباراه. فانت بتتكلم ديفنس الاهلي ما فيهوش غير اتنين فقط، رامي ربيعه وياسر ابراهيم. وياسر ابراهيم بيطمنوا عليه، سوري رامي ربيع بيطمنوا عليه لسه في التدريبات، خرج برضه للاصابه ونزل يوسف ايمن في الـ في الـ في, الـ في السوبر. فالاهلي عنده اصابات، لكن الاهلي اذا كان العين بيستدعي روح الزعيم او روح البطل الاسيوي قبل مباراه الاهلي، الاهلي بيستدعي بقى روح التاريخ وروح البطوله وروح المكانه وروح الجمهور وروح الانتصارات وروح الكؤوس وكل الارواح اللي بتؤدي للنصر. الاهلي بيستدعيها اليومين ثلاثه دول. كهربا تم العفو عليه، هو ما كانش موقوف على فكره برضه عشان الكلام يقال، وكهربا تم ترحيله الى القاهره وغرامه 1,000,000 جنيه. ولما راحوا للكابتن محمد رمضان اللعيبه قعدت معاه عشان خاطر يعفو عنه، قالوا له طب زود الغرامه بس ما تصفروش، الراجل رفض ومع الكلام هاتوا خد، قال لهم لو كسبتوا الكاس هنزل كمان الغرامه 500,000 جنيه، وكده الغرامه بتاعته هتنزل 500,000 جنيه. اول ما جه شفنا مارسيل كولر عمل حاجه يعني هنتكلم عنها على السوشيال ميديا، نزل الصوره بتاعته مع كهربا في التمرين وهم نازلين التمرين، كان حريص الجهاز بتاع الاهلي يصور ويرصد اللحظه دي عشان يحطها على البيج بتاعته. خد الصوره مستر كولر وحطها على السوشيال ميديا زي ما احنا شايفين عشان يبعت برساله، ده الاكونت بتاع مارسيل كولر عشان يبعت رساله ان الموضوع انتهى تماما. طبعا احنا هنمشي في سكه ان ده راجل اجنبي وراجل عواطفه معرفش ايه وما عندوش مشكله، وطالما العقاب تم ما عندوش مشكله غير ان احنا بنقعد ننفسن ونقعد هنتكلم في السكه دي. بس لما تيجي تبص لها برضه من ناحيه تانية، هو الاهلي عنده مهاجم؟ سؤال. هو الاهلي في ماتش العين عنده ازمه في المهاجمين؟ الاهلي ما عندوش وسام ابو علي مش جاهز، وشفنا في ماتش الزمالك بيرسي تاو بيلعب في المكان ده ومش مكانه، طاهر بيلعب في المكان ده ومش مكانه، وكهربا اللي موجود باقي. طاهر خرج للاصابه، بيرسي تاو ما كانش مش ده مش مكانه، ونفس الكلام وسام ابو علي ما كانش جاهز 100%. يبقى اذا الحل بتاع ده بدات كمان الناس تكتب تقول لك ايه احتمال كولر يدفع بكهربا اساسي في مباراه العين. طبعا كهربا لعيب كبير، وكهربا ان مزاجه اتعدل هيفرق مع الاهلي في ماتش العين. هو كهربا بيعرف يلعب الماتشات دي بتاعه المنافس العربي دي، يعني بيعرف يلعبها، يعني الماتشات اللي عايزه مهاره وعايزه ترقيص، والدفاع العين يعني اضعف خطوطه الديفنس بتاع العين، حتى الاخطاء اللي شفناها في مباراه الهلال الاخطاء فادحه.
هو العين خسر 5-4 بس كان في جولين ثلاثة اخطاء فادحه، فاضعف خطوطه العين. فكهربا يعرف يشتغل مع الديفنس ده، الديفنس ده السرعات والوانتوهات والقطعات بتاعت الطرفين يتعبوا جدا 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 فريق العين. يعني اذا يحيى عطية الله من تحت مع حسين الشحات اشتغلوا صح، واذا عمر كمال عبد الواحد من تحت مع بيرسي تاو زي اللاعب في اليمين او بدا بطاهر اشتغلوا صح، وكهربا فيرود او وسام اعتقد من تحت جاي امام عاشور مثلا او قفشه اذا لعب بدا بقفشه، هيبقى في شغل جامد جدا على العين من ناحيه الديفنس. زي ما قلت لكم حظ كهربا ان في ازمه مهاجمين، وهو برضو للامانه ما كانش موقوف، لكن مارسيل كولر حط الصوره عشان يقول للناس ايه في بقى الباب، خلاص الموضوع اتقفل، احنا خدنا قرار في وقتها وده قرار انضباطي واجب. وانا بتعجبني القرارات الانضباطيه لانها قرار الانضباطي بيعيد دايما للفريق بيعدله. يعني عادي لما تكون حاجه معوجه وتعدلها كده، فهو كان في عوجه كده اتعدلت، عارف يعني زي السمكاري كده ما تكون في العربيه كده بتاعتك الصاج معوج فيعدله لك كده، هو عمل كده مارسيل كولر والكابتن محمد رمضان بالقرار اللي اتخذ في اطار الطريق اللي احنا بنتكلم فيه. انا عندي راي في القصة، راح الزمالك بس اتكلم في القصة قبل ما اتكلم بقى عن الناس اللي في الامارات والحواديت ومصطفى شلبي ودونجا وعبد الواحد والتفاصيل دي كلها. القرار اللي خده الاتحاد الافريقي بخصم 300,000 دولار من نادي الزمالك زائد 10,000 دولار على شيكابالا وعلى ناصر منسي بسبب احداث مباراة السوبر الافريقي مع الزمالك اللي كانت في السعودية ما كملتش شهر، واللجنة التأديبية اخذت قرارات. حقيقة عشان اكون منصف، القرار شديد، القرار شديد، والاتحاد الافريقي كان قاسي جدا في القرار بتاعه. الاتحاد الافريقي واخد انطباع عن الزمالك، اتبنت عليه القرارات دي. 300,000 هم مش 300,000 هم 200,000 دولار، عشان بس المعلومة تبقى صحيحة، هم 200,000 دولار وفي 100,000 مع ايقاف التنفيذ. يعني مش ال 300,000 هم الغرامه 300,000 بس منهم 100,000 مع ايقاف التنفيذ، اذا تكرر الموقف ده تاني هيدفعها الزمالك. يعني الزمالك هيتخصم من مكافئته 200,000 دولار وهياخد ال 300 وهيتخصم 20,000 دولار بتوع شيكابالا وناصر منسي. بس اذا تكرر موقف زي ده، الموقف انه الانسحاب واطلع بره بعد البنالتي اللي اتحسب للاهلي لاكرم توفيق على المسلوس، لو تفتكروا الشوت ده او المشهد ده، يا يعني لو الشباب يجيبه لنا علشان خاطر يعني سريعا بس يجيبه لنا عشان اوريكم ايه المشهد اللي تسبب في تغريم الزمالك المبلغ ده. طب هل الزمالك، اولا لازم نفصل بين الزمالك كاسم وكيان وبين بعض الهفوات بتاعه الاداره. يعني الزمالك يستحق كده؟ لا بص، يعني بصراحة الزمالك محطوط في ركن مش بتاعه خالص. يعني لما تيجي حتى تنتقد، انتقد إدارة بقى، انتقد موقف، انتقد لعيب، انتقد اسم، دايما انتقد الشخص، لكن الاسم والكيان والمؤسسة ما يجب ان انت تنتقد عشان ملهاش ذنب. الزمالك ككيان ملوش ذنب في اللي بيحصل ده، لان اللي بيحصل ده اوفر عليه. يعني 200,000 دولار يتخصموا من في نهاية الكونفدرالية عشان تنظيم وحش، ودي 200,000 كمان بسبب إشارة انسحاب والناس في المقصورة كانت واقفة بتوع الإدارة لو تفتكروا، اطلع 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 اتخصم. وناصر منسي عشان عمل الحركة دي بعد ما جاب الجون هتبحكوا دي، والشيكابالا عشان كان مع اللاعب بيخرج اللعيبه وبتاع، والتجاوزات اللي حصلت من الجهاز الفني واداره النادي والكلام ده، ده في مبرر الكاف. الكاف على الصفحة الرسمية، هتقولي كده الكاف على الصفحة الرسمية حط الأسباب اللي أدت لاتخاذ هذه القرارات الانضباطية. والحقيقة في طريقين ممكن تاخد بقى الموقف، وتاخد الموقف بطريق انه في ناس بتتآمر على الزمالك، في ناس بتحب كده، يعني تاخد الاتجاه ده. اصله اللجنه الانضباطيه دي فيها خالد الدرندالي وده كان امين صندوق الاهلي، اصل فيها المستشار المشطه اللي هو بتاع اتحاد الكوره،
فمع ان الاتحاد الافريقي في اجتماعاته لما بيبقى فيه نادي بيتحاسب على حاجه من بلد بيستبعد العضو اللي موجود في اللجنه من هذا البلد، وما بيناقشوا الموضوع بتاع النادي ده او الفريق ده. يعني في ناس تاخدها كده، وفي ناس ممكن تاخدها بطريق تاني ان الزمالك لا يستحق كده من ادارته حتى. يعني لازم الجوانب الانضباطيه في نادي الزمالك تكون احسن من كده. الزمالك لما اتخصم منه فلوس كتير في الفاينل بتاع الكونفدراليه، طب مش عارف انظم مباراه نهائيه، طب مش عارف ادخل رئيس الاتحاد الافريقي والوزير والخناقات اللي حصلت على الباب لو تفتكر، فاكرين الكلام ده؟ مين اللي دفع الثمن؟ الكيان. طب ذنبه ايه الزمالك؟ ده تنظيم مفترض بجيب ناس متخصصه، اشمعنى الزمالك لما بينظم بتحصل المشاكل دي؟ ما احنا شفنا تنظيم نهائي السوبر اهو ما حصلش حاجه، وشفنا تنظيم نهائي السوبر الافريقي في السعوديه ما حصلش حاجه، وشفنا الاهلي في نهائي الترجي ما حصلش حاجه، وشفنا الاهلي في بطولات في البطوله ده الاهلي بيوصل فاينل كل سنه ما بيحصلش. ليه؟ ليه؟ ده نوع من عدم الانضباط. لازم الاداره تبقى يعني مساله الانضباط دي او الاخطاء دي حطاها قدام عينيها وما تهزرش فيها. هي الازمه بتاعت اللعيبه اللي في الامارات ايه؟ كده اندفاع، عدم انضباط، كده. مين اللي بيدفع الثمن للاخر؟ الزمالك وجمهوره. يعني جمهور الزمالك مش معقول كل شهر يلاقي ازمه، خبطه فوق دماغه وخبطه فوق دماغه وخبطه فوق دماغه وخبطه فوق. ليه؟ يعني ايه ذنب جمهور الزمالك في الكلام ده؟ جمهور نادي الزمالك النهارده اللي كسبان سوبر افريقي وخسران السوبر المصري بركلات الترجيح، والفرقه ها وهيبدا موسم جديد خبطه خبطه خبطه. طب ايه ذنب جمهور الزمالك؟ اما تيجي تلوم قول للاداره لازم الحاجات دي تركز فيها، والحاجات دي ما فيهاش هزار. هو انا ما اجي انظم ماتش ده الف ب الف ب واضحه، شركات متخصصه بتيجي يا عم استلم، يا عم انت اللي بتحط وانت اللي بتعمل الاستيج وانت اللي بتقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج والتذاكر والفي اي بي والفي اي بي، ده في 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 اي بي دعوات اللي بتقعد في الكراسي الفلانيه واللي بيقعد في الكرسي الفلاني والدخول والخروج، مفيش هزار ومفيش مجاملات، مفيش حاجه اسمها حد ينزل بالمقصوره، مفيش حاجه اسمها حد ينط من على السور، مفيش حاجه. ده التنظيم اللي بنشوفه في كل حته في الدنيا. صعب، هو الكلام ده صعب، هو الكلام ده صعب. طب انت في الاخر في ماتش السوبر السعودي الافريقي اللي كانت السعوديه، ما انت لعبت الماتش، يعني اخرج اخرج اخرج، اديك دفعت 300,000 دولار منهم 100,000 مع ايقاف التنفيذ يعني 200، وال100 ممكن يتلعبوا اهي. وريني كده يا شباب كده، يعني 3 ثواني كده، ادي اللقطه دي، او شوفوا لي لقطه الناس يعني بتعمل كده خروجه يعني من المقصوره او اللعيبه او حاجه في الملعب. يعني دي اللقطه بتاعت ماتش السوبر المصري الافريقي اللي كان الاهلي والزمالك في السعوديه، اهو اهو، ادي الاداره كابتن حسين السيد والناس اهو، اطلعوا اطلعوا اهو زي ما احنا شايفين. وريني كده اللقطه دي، هو انت بتفرجني انا ولا بتفرج الناس؟ يعني مش عارف. لا هات لي بقى الكابتن. بص 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 بص، هي دي اللقطه اللي تسببت. طب انت كملت الماتش بعد كده وكسبت اللقب كمان، يعني حققت كل اهدافك. طب انا بكسب اللقب عشان يكتب في التاريخ، مظبوط. طب بس بكسب اللقب برضه عشان اخد الجايزه، عشان تعني في مصروفاتي. انما انا كل يوم الزمالك مشكله 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 مشكله. الله، ده كلام. انا بقعد اسمع حاجات يا جماعه بصراحه والله العظيم، يعني انا في مواقف كتير بقول الله يكون في عون الاداره، هو بتدفع فلوس كتير لاخطاء سابقه، لكن في فلوس كتير برضه بتدفع دلوقتي الاخطاء حاليا. ليه يعني الحاجات دي؟ ليه يعني الحاجات دي؟ ليه؟ ايه السبب؟ يعني اللي عايز ياخدها انها مؤامره من هيعمل حقه خلاص. في ناس كتبت كده، يعني في ناس كتبت زي ميدو، ما اعرفش عندكم يا جماعه التصريح بتاع ميدو ولا لا، وكابتن هيثم فاروق كمان، يعني الاثنين دول عاملين تصريحات انه زي مؤامره. ميدو اهو اهو، هبعت لكم اهو برضه هيثم اهو، ادي هيثم فاروق
معرفش جالكوا ولا لا، وميدو برضو بعتولكوا اهو اهو، ادي ميدو كاتب الاتحاد الافريقي يعاقب نادي الزمالك بسبب فوزه على في السوبر الافريقي، عقوبات لا يمكن يقال عنها اي شيء الا انها مهزله حقيقيه مقارنه بعقوبات سابقه على انديه اخرى. ضميركم مات ولا زودتم التسعيره؟ ده راي ميدو. التسعيره يعني منها حد زائق ضد الزمالك. برضو هيثم فاروق كاتب في السكه دي، هيثم فاروق اهو قايل الكاف مع نادي الزمالك وعقوبات باجحاف، ده هيثم كاتب كمان بسجع، ومع غيرنا شفاف او شاف ولكنه خاف، ده هيثم فاروق. ماشي ماشي، انا مع ان الكاف مفتري، عقوبه ضخمه يعني. هتقول لي الزمالك ما غلطش؟ ولا غلط، وما يجب على الاداره انها تعمل كده خالص، اداره الزمالك لازم تبقى يعني راسيه عن كده. لكن في نفس الوقت مش 300 الف دولار يا اخي، ده الانديه اللي انسحبت ما دفعتش 300 الف دولار يعني. الانديه اللي انسحبت من الماتشات اتحاد العاصمه مثلا، ما انسحب ما لعبش مع نهضه بركان، فاكرين الماتش ده انسحب، والماتش اللي تم فيه كان ماتش مين يا شباب؟ الفريق الليبي مع نهضة بركان، لما تم الاعتداء على الحكم، كان الحكم محمد معروف ولا مين كان حكم؟ مين محمد معروف لما اعتدوا عليه نادى ابو سليم الليبي لو تفتكروا، واعتدوا ما تعاقبش كده. هتقول لي لا ده مش انسحاب من الماتش التاني، كان قبل الماتش وما راحش الماتش ايوه صح، لكن في الاخر هو الزمالك ايه ده؟ الزمالك عمل كده دقيقتين والامور رجعت تاني زي ما كانت. ما بقولش ان اللي عمله الزمالك صح، بس مش 300 الف دولار، الرقم خزعبالي مش موجود في اللائحه يعني. خد بالك الواقعه دي مش موجوده في لائحه الاتحاد الافريقي بتاعت الانضباط، ده اللائحه بتدي الحق للجنه التاديبيه تطلع قرار اللي هي شايفاه. ف 300 الف دولار كتير جدا جدا في اجحاف يعني بصراحه. لكن في نفس الوقت الاداره تشيل المسؤوليه يعني هذه اخطاء ما يجب ان تتم. الزمالك لما اجي اقول 200 الف دولار فاينل الكونفدراليه في شهر 5 اللي فات، وادي 300 الف دولار عن فاين على كاس السوبر الافريقي في شهر 9 اللي فات، ومن 3 4 ايام ولا 5 ايام ازمه في الامارات واللعيبه والزمالك دفع 600 الف درهم غرامات، 600 الف درهم يعني انت بتتكلم ما يقرب من 35 40 مليون جنيه، والمواقع قاعده تحسب. وريني كده المواقع قاعده تحسب، تقول لك في كاس الكونفدراليه مش عارف 10 مليون في اهو، ده ايه القرار 24، 200 الف دولار غرامه بسبب نهايه الكونفدراليه ما يعادل 10 مليون جنيه تقريبا، 300 الف دولار غرامه بسبب نهايه كاس السوبر الافريقي ما يعادل 14 ولا 15 مليون جنيه تقريبا، وكمان في القرار 24 انا اضيف لهم اقول لهم في 600 الف درهم الغرامه بتاعت ماتش الزمالك وبيراميدز اللي حصل من اللعيبه مصطفى شلبي ودونجا ومدير الكره عبد الواحد السيد. فلوس بتترمي كده والزمالك احوج الانديه للفلوس، تخيلوا. فالموضوع محتاج انضباط اكتر، والاداره لازم تعمل كده يعني، الاداره لازم تعمل كده. عموما يعني كان الله في عون جمهور الزمالك، عنديش حاجه تانية اقولها، كان دي اخطاء ساذجه، واتمنى ان مجلس اداره الزمالك والكابتن حسين لبيب يتفادوها الفتره الجايه. ودي كلمة يعني بقولها كده لوجه الله، لازم تتفادى الأخطاء دي، ولازم يحصل انضباط أكتر في الفرقة. ومش هقارن على فكرة، ما بحبش أنا المقارنات، بس أي قرار انضباطي قوي بيفرق جدا جدا في سلوك اللعيبة، لأن اللي بيدفع الثمن الآخر هو نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. هو حد مبسوط إن اللعيبة موجودة دلوقتي في الإمارات لغاية دلوقتي انتظارا ليوم الثلاث عشان يشوف هيحصل ايه الحكم يوم الثلاث؟ ما حدش مبسوط، كلنا متاثرين. والتويته بتاعت ابن عبد الواحد السيد اللي نزلها قال له وحشتني يا بابا دي مؤثره جدا،
جدا. بص اختلف واتفق، كلنا اختلفنا مع حسين الشحات في القلم اللي ضرب بالشيبي. بص مفيش حد في مصر اختلف على ان الشحات مخطئ وخطأ فادح، ومفيش حد في مصر واهلاوي قبل زملكاوي ما غلطش حسين الشحات وما قالش ان العقوبة كانت ضعيفة بتاعت اتحاد الكورة، بما فيها النادي الاهلي نفسه اللي عمل عقوبه نص مليون جنيه بعد 5 دقائق من نهايه المباراه. لكن في نفس الوقت لما حسين راح المحكمه وسنب حبس بعقاب التنفيذ والكلام ده، كنا نقول لا يعني ما حدش يحب ان الامور توصل لكده. يعني انا هبقول لك دونجا غلط، مفيش شك ان هو عايز يتخطى النظام. مصطفى شلبي غلط، بيعتدي على الراجل، وبعض السيد بدل ما يصالح بيعتدي. بس اول ما الموضوع يخش في سكه بقى محجوزين لازم نتعاطف، ما حدش يحب كده. يجوا عندي في البيت وانا اكلهم باسناني، ابني يجي عندي انا اقرقشه باسناني، بس ما ينفعش حد يعمل فيه كده، بتبقى متضايق من جواك. فان شاء الله يوم الثلاثاء الامور تنتهي باذن الله على خير، وانا عندي تفاصيل في القصه دي مش حابب اقولها على الهوا. وبصوا والقصه دي كانت تخلص في ربع ساعه، بس انا مش هقولها على الهوا. يعني اللي اتحكى لي من شهود عيان في الواقعه بعد الواقعه، وكان ممكن يحصل ايه، وكان ممكن تخلص ازاي، والامور كان هيبقى فيها تصالح ازاي، ومين رفض ومين قال لا، ومين اتعنطز ومين عمل، كل الكلام ده جالي من شهود عيان كانوا هم المتوسطين في المواضيع. ولكن المواضيع تاخد مجراها الطبيعي وتروح المحضر شرطه، ومحضر الشرطه خد مجراها الطبيعي وراحت محكمه، كان ممكن تخلص في ربع ساعه القصه دي. بس سوء تعامل من الاول. اذا الزمالك محتاج جزء انضباطي. خد بالك الزمالك فنيا كويس جدا، عنده بعض الازمات في البدائل، محتاج بدائل كانت اقوى، محتاج كذا، لكن في نفس الوقت فنيا الزمالك ما عنده فرقه قويه، عنده نص ملعب قوي، عنده عبد الله السعيد، وعنده ناصر ماهر، وعنده دونجا، وعنده مسلوسي في الديفنس، وحسام عبد المجيد ما شاء الله مستواه تطور، وعنده عمر جابر باك رايت يعني عظيم جدا، عنده بنتايك ده بيزيد بماتش على التاني، عنده الجزيري لما بيبقى رايق بيبقى عظيم، عنده زيزو، مصطفى شلبي بغزاله بس لعيب كويس. يعني عندك فرقه لو في شويه انضباط وفي شويه قوه وفي يعني يقدر الزمالك يدي، وعلى شويه بدائل بتشتريهم. انا عمال اسمع اخبار غريبه جدا، بقول لك الراجل مش مبسوط من مشلاك ده، بقول لك انا مش كنتش عايز الصفقه دي. ايه ده؟ والله بقول لك بعض الصفقات اللي جت مشلاك وعمر فرج، بقول لك هو ما كانش عايز الناس دي، ومصر عايز الولد الانجليزي اللي كان جايبه ده، برضه حاجه غريبه جدا. ايه جاريه ده؟ طب ده جه والناس كلها شافته في ماتش ودي مع بتروجيت كان وحش جدا، والزمالك قال له شكرا، مصر عليه لغايه دلوقتي. تخيلوا، بيقول لك اصله الفيفا بيسمح بقيد اللعيبه اللي مش مقيده في مكانه والاهلي يعرف يجيبه. طب انا هوريكم ولد اسمه مازن، ما اعرفش انا عندنا الفيديو بتاعه يا شباب. مازن ده وده برضه من الحاجات، يعني انا بس هرحب بالكابتن عفت نصار وبعدين عشان يعلق. كابتن عفت مساء الفل. كابتن عفت يا حبيبي مساء الورد. سامعك. مساء الورد يا حبيبي. انا يعني هحكي قصه في دقيقه عشان اخد رايك فيها. اتفضل. بعد اذنك. مازن لعيب في نادي الزمالك في الناشئين، مش او في الشباب، تحت 21 سنه او عنده 21 سنه حاجه كده. حلو. جميل. وفكرني بحسين فيصل، وفكرني بحمدي علاء، وفكرني باحمد عيد اللي راح في لعيبه في الزمالك لما اتنطوره كده في انديه اساسيين في الانديه بتاعتها، والزمالك محتاجها. الزمالك محتاج هاب ديفندر، وتلاقي عندي علاء مش موجود. الزمالك محتاج لاعب نص ملعب صغير في السن، وتلاقي حسين فيصل مثلا مش موجود. الزمالك بقى محتاج مهاجم زي اسامه فيصل، مهاجم منتخب مصر دلوقتي ومنتخب اولمبي وكان في الزمالك. كل الناس دي بتمشي كده كده كده. في ولد اسمه مازن بيلعب في قطاع الشباب في نادي الزمالك. انا ما شفت الفيديو بتاعه، واحد بعت لي يقول لي يا استاذ محمد هسالك سؤال، هل ينفع لعيب زي ده الزمالك يسيبه ويدور على واحد اسمه ايجاري عايز يجيبه بالعافيه المدرب وبيلعب في نص الملعب مازن ده ابن الزمالك ويمشي كده يروح فاركو كده ببلاش؟ يعني اسمه مازن عادل ويمشي كده ببلاش؟ يعني النادي كده فجأة سابه، وفجأة الواد فاركو ما صدق قام خطفه، وولاد الزمالك حاول. انت لو ما اعرفش يا كابتن عفت انت بتتفرج علينا ولا لا؟ يعني وريني كده يا جماعه كده مازن عادل عشان الناس تشوفه لو كابتن عفت. انا عارفه اصلا، انا عارفه. انت عارف الولد ده يا كابتن؟ ايوه. طيب بص مهاراته عامله ازاي؟
بص الفيديو بتاعه يعني اللي بعته لي بيقول لي ازاي لاعب عنده مهارات وابن الزمالك بقى يعني من صغره في مدرسه الكوره. ناخدها في نقاط كده. ما انا بس عشان بس الناس تتفرج معانا على الماتيريال يا كابتن. انا مش يعني باخد مازن كنموذج ان الزمالك بيبقى عنده ده في النادي في ناس كتير. ان الزمالك كابتن عافد عنده لعيبه كويسه جدا ويفرط فيها بسهوله جدا ما تفهمش ليه. سيبوا لنا يا جماعه الماتيريال ده شغال بعد اذنكم. اتفضل يا كابتن. بص الشباب اول حاجه انا لغايه النهارده مش مقتنع جوميز خالص حتى بعد ما كسب السوبر الافريقي انا بقول لك دي مستويات لعيب عندنا. الراجل ده خلى الاهلي يبقى موجود في المباراه بالتشكيل اللي بدا بيها. اولا انا عندي واحد بتتكلم على السوبر المصري دلوقتي من افضل اللعيبه اللي في مصر اللي بتلعب 10 ناصر ماهر تمام. لعبه وينج. لما اجي العب وينج انا بلعب وينج عشان ايه؟ هل هو عنده سرعات؟ هل هو هيعمل بشماله؟ لا ما عندوش الكلام ده. فالمفروض ان انا كنت ابدا حتى مع ميتشلاك اللي مستواه ما ينفعش نادي الزمالك او ما ينفعش مش عاجبك برضه ميتشلاك؟ لا طبعا ولا عمر فرج. يعني في بعض الصفقات اللي جت ما تنفعش لان في ستايل معين انت المفروض تجيبه. ما ينفعش يبقى عندي مثلا عندي ايشو وعندي الولد بتاع طنطا عاطف كل دول عاطف محمد عاطف كل دول ستايل واحد. انا بجيبهم ليه؟ انا عايز ايه؟ المشكله ان احنا انت ما عندكش استراتيجيه انك تفكر قدام زي القطاع الناشئين عندنا مثلا. طب يا كابتن انا بشوف المستويات اللي انا بشوفها في العيال الصغار اللي بتمشي ببلاش دي ده يا كابتن ازاي ده بيحصل؟ انا بقول لك بص انا حمدي علاء ده انا كنت جايبه من الاختبارات. حمدي علاء الزمالك حضرتك اللي كنت ده جايبه كان متقدم عادي يعني في الاختبارات انت كنت في اللجنه يعني وضميته اول واحد انا اخدته وبعد كده طلبت ان هو يطلع الفريق الاول تمام. طبعا كل الكلام ده مرجوش وبتاع مش عارف ايه والكلام ده وحاجات من دي وحصل مشاكل. بعد كده طلع الفريق الاول. بعد كده حصل مشكله مع امير مرتضى. الولد عمل مشكله مع امير مرتضى مشي بره النادي. اعاره بعد كده بعد كده بيع. طب ما انت عندك ولد من افضل اللي موجودين عندك. انت ما عندكش بديل لدونجا دلوقتي كل اللي بتشتريه بقى انا بقول لك ده الولد ده افضل الولد ده افضل من زياد كمال. الولد ده اللي هو اعاره ب 35 مليون افضل من زياد كمال تمام. شوف انا بقول لك ايه تمام. دي واحده. الحاجه الثانيه قطاع الناشئين ايه الاستراتيجيه اللي انت ماشي عليها؟ يعني انا جه كابتن محمد حلمي مشي جه كابتن بدر حامد ايه الاستراتيجيه؟ هو اسم بس انا بحط اسم بس ولا بحط واحد بيعمل استراتيجيه طبعا. بيعمل برامج طبعا. بيعمل مستويات واخد مستوى ده احط في المستوى ده. انما انا بشوف الحاجات دي كلها مش موجوده. احنا بنسد خانات بس يعني خانة. انا اسف ان انا بتكلم كده على كابتن بدر ولا كابتن حلمي ولا اي حد مسك. لازم اللي يمسك يا جماعه يكون داري. انا بصراحه شفت الفيديو اللي حد بعته لي يا كابتن قلت الله ده استمرار بقى يعني. طب ما تشوف محمد رفاعي اتفرج عليه نفس الكلام برضه. ماشي ايوه محمد رفاعي طب اللعيبه دي يا كابتن ده هتبقى نجوم في المستقبل. ما هي دي المشكله ان انت ما عندكش رؤيه. المدرب اللي موجود عندك انا اسف لا يصلح من اول ما جه والله العظيم لا يصلح. انت لو ما عندكش هقول لك على حاجه اقسم بالله لو جيت في ماتش شلت عبد الله السعيد وناصر ماهر ما في فرقه زمالك اقسم بالله العظيم مش هتعرف تطلع بكوره فاهمني. فانا يعني بقول لك يعني الواد ده بيقول لك اصله بيلعب في نفس مكان عبد الله السعيد وناصر ماهر ده لما سالت مازن ده فمثلا يعني ما هو عايز يجيب ايجاريا ده ما في نفس المكان. طب ايه المشكله ومصر عليه لغايه دلوقتي يعني مصر عليه عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ممكن يلعب 8 عادي ماشي. الولد ده لو ناصر ماهر بره انت عندك محمد السيد يلعب 8 مع عبد الله. الولد ده يخش مع ده انا بقول لك لا ده في كتير اللي هو مازن ده يعني في كتير قوي. انت عارف العيال ده يا كابتن بتشوف يعني مازن ورفاعي انا بتفرج على المباريات الناشئين كلها انا بتفرج على المباريات الناشئين كلها كل المباريات الناشئين بتفرج بتروح النادي يعني يا كابتن تتابعها؟ بروح اتفرج على المباريات بس ما بخشش ناحيه الاداره خالص بتفرج على المباريات بس بتفرج على الماتش وتمشي بس كده تمام. انا وشايف ان في لعيبه لها مستقبل كبير زي ما انا بروح مثلا الممتاز به يعني انا مثلا رحت منتشر المقاولين والداخليه الترسانه الترسانه عارف يعني انا بحب السكه الحديد انا بحب الحاجات دي بحب اتفرج على اللعيبه وبتشوف في الزمالك في الشباب لعيبه كويسه
في انت مشي ناس كتير قوي. طب ما انت مشي اسامه فيصل وحسين فيصل الاثنين كويسين طبعا يا كابتن. ده اسامه في منتخب مصر. طيب ما انا بكلمك انا بقول لك ده اسامه لاعب الماتش اللي فات منتخب مصر. مشكله استراتيجيه، انت بتعمل ايه؟ انت عاوز ايه؟ المشكله ان احنا بنخرج من المشكله بندخل في مشاكل خلاص. وبالتالي الاداره نفسها بص الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم، انما لازم يبقى في استراتيجيه تمشي عليها. هل لك راي يا كابتن وتعليق على العقوبات الاخيره بتاعه الكاف وبتاعه $300,000 وال200 قبلها؟ مخيفه جدا طبعا. لسه كنت بقولها يا كابتن، بص في اخطاء على نادي الزمالك، انما هو في اخطاء يا كابتن، في حاجه مش مظبوطه، بس في مبالغه في الارقام. لا في حاجه مش مظبوطه، يعني انت بتتعاقب اكبر من الانديه الثانيه، يعني عارف ايه؟ مش بالمثل، لا ده انت بتاخد عقوبات. الكاف بيقول لك يا كابتن انه الزمالك اعتاد على المشاكل، يعني الكاف لما تسال اولا اعتاد على المشاكل فيه. قول لي الكاف الزمالك عمل ايه في مباراه قاريه؟ ولا حاجه. لا بقول لك مثلا داخلية. التنظيم بتاع الفاينل بتاع الكونفدراليه تعاقب عليه $200,000. طب هو التنظيم ده بتاع الزمالك؟ اه طبعا. هو بتاع مين؟ التنظيم بتاع الشركه الراعيه. لا الزمالك يا كابتن الزمالك ملوش دعوه حتى بالجماهير اللي بتخش. لا يا كابتن الجمال اللي بتتكلم على التنظيم ودخول الضيوف ونزولهم الملعب التنظيم وتسليم الجوائز وكل الكلام. بياخدوا لا بياخدوا بياخدوا الشركه الراعيه، الشركه اللي بترعى النادي. لا يا كابتن التنظيم على النادي يا كابتن. لو استاذ شبانه انا كاتب بقول لك كده وانا بقول لك كابتن. على فكره انا ما بقولكش حاجه الا بكون عارف اصل الخبر. انا بالذات لما تكلمني ماشي انا بقول لك التنظيم يا كابتن، التنظيم يشرف عليه النادي او اهل زمالك او اهلي. انا مش مختلف معاك في ان في اجحاف في الارقام ماشي. يعني الزمالك قال اللعيبه اخرجوا من الملعب في ماتش السوبر الافريقي ماشي، يصير $20,000 ده حاجه عاديه جدا. ويا سيدي ولو عايز تعاقب يا كابتن $20,000 هو انا انسحبت لكن كلمه $300,000 انت عارف دي كام؟ امال لو انسحبت كان عملت فيها ايه؟ ما كنت عملت ايه؟ بتاعتك الجايزه كام يا كابتن؟ الجايزه مش عارف $500,000. طيب يعني انت عاقبتني إيه؟ فوق نص مني فلوس. لا ده فوق نص الجايزه وده ما ايوه ماشي. ما هو في 100,000 لا هم 200 في 100,000 مع ايقاف التنفيذ. انا معاك 100,000 مع ايقاف التنفيذ انا معاك، لكن في الاخر العقوبه 300,000 لو تكرر ما اعرفش ايه وتدفع ال 100,000. انا بتكلم عليه مكحفة. ان انا عايز اعرف مين اللي بيحط العقوبات دي. ما بص انت فاكر موضوع ايام كورونا لما طلع ثلاث لعيبه في الزمالك عندهم كورونا عشان ما يلعبوش الماتش النهائي بتاع قفشه خلاص. وبعد كده اللعيبه دي ثلاث لعيبه اهلي برضه. لا ثلاث لعيبه اهلي ايه بس؟ ان انت جايب لعيبه اساسيين زمالك وجايب ثلاث لعيبه بره الكوره اساسيين برضه في الاهلي. مين الاساسيين اللي كانوا؟ يا استاذ شبان يا كابتن عفت يا كابتن حرام عليك. انا بكلمك ان في حاجه مش مظبوطه. انا بكلمك والله العظيم في حاجه مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه. انا معاك عقوبه مجحفه وكان الله في عون جمهور الزمالك والله العظيم. لا بصراحه لا في حاجات لكن برضه يا كابتن مش مظبوطه، في حاجات مش مظبوطه بتتم. ايه هي؟ الله اعلم. بس مع الايام انت عارف مين اللي كانوا كورونا في الفاينل؟ اه مين؟ إليو ديانج. ايوه كان وليد سليمان. ايوه وكان صالح جمعه في مجد. ايوه مين في الزمالك؟ والزمالك كان عبد الله جمعه. لحظه ايوه الباك ليفت اللي ما عندناش غيره برضه شوف هقول له ايه بقى. ايوه ما كانش عندنا غيره في الوقت ده. ما كانش عندنا غيره. والونش ما كانش عندنا غيره. ما كانش عندنا غيره. وانا وانت وانا بكلمك قلنا الي ديانجو. الي ديانجو قليل. بقول لك الي ديانجو ايه؟ ما كانش بيلعب اصلا هو يا راجل. ما كانش بيلعب. ما تشوف الي ديانجو قد ايه كان ماتش نجم اهلي. ايه بس يا عم نجم اهلي ايه بس؟ انت ذاكرت سمكه بس. لا انا مش ذاكرت سمكه. انتوا لا والله انا بكلمك بامان. هنا لعيبه تقيله وهنا لعيبه تقيله. بقول لك عندك لقطه حلوه قوي نازله على وانت مع كابتن الخطيب كده، لقطه جميله يعني. اه في السوبر. اه طبعا لقطه جميله يعني. اه دي ايه بقى؟ معناها ايه؟ لا دي لقطه جميله يعني. انا بقول لك لقطه جميله. طب ما يعني. انا خد بالك انا كنت قاعد مع الكابتن حسين. انا وقفت مع الكابتن حسين لبيب اكتر من نص ساعه ما جاتش الصوره. ما معلش ما انا يعني التصوير ناحيه الكابتن خطيب كان اكتر ناحيه اداره الاهلي. وقعدت مع النائب حسام المندوه نتكلم اكتر من تلت ساعه. انت عارف احنا نواب وبتكلمنا فاتي لحظه واحده بقى. انت اللي فتحت الموضوع.
وقعدت مع الكابتن خطيب حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، وقفت مع الماتش خد مرتجي وقعدت، وبالعكس ومع كابتن احمد سليمان ومع كابتن حسين السيد، وكانت موجوده نيره الاحمر يعني هنا وهنا، وسلمنا هنا وسلمنا هنا، بس اللي صور اللي بيظهر ايه اللي صور إيه؟ الناس مش الناس يعني. وخد بالك الكابتن خطيب بعيد بقى عن الاهلي والزمالك، ده راجل احنا زمايل سنين طويله في الاهرام يعني. كابتن خطيب كان فاكر بطولات الاهرام الاستاذ ابراهيم حجازي وال طبعا انت كنت فاكر الكلام ده، بطولات التنس وبطولات طبعا، والبطولات بتاعت الهرم الاهرام بتاع وكاله الاهرام وكده والكلام ده، بطولات الاهرام دي كان طبعًا. الكابتن خطيب مدير البطوله الاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه كان مشرف عليها، الله يرحمه، كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب، وكابتن خطيب كان مدير بطولات الاهرام لسكواش الغردقه، كنت انا راجل في اللجنه الاعلاميه اللي يعني احنا زمان الاهرام، انتوا عملتوا انجازات بجد، فقاعدين نسترجع يعني الذكريات يعني ايام الغردقه والبطولات، وكنا بنجيب لو تفتكر تامر حسني يغني وحكيم يغني في ميدان السقاله في الغردقه، والله العظيم حاجه كويسه جدا والله. يعني لما نعمل البطوله دي نرجعها وندعيك، ايوه ده انتوا عملتوا انجازات في التاريخ، لازم تبقى لما موجوده لما ندعوك في البطوله دي لما نرجعها، لان بطوله ده اتشرف، ده انا اتشرف بجد، هتيجي والله، والله ده انا اتشرف، ده انتوا عملتوا، بقول لك انتوا عملتوا انجاز مكتوب في التاريخ، وكاله الاهرام دي عملت انجاز، عملت حاجات ما فيش حد عملها أنا خالص. انا يعني. انا يا كابتن ما بعرفش نيتك مش صافيه، انت بتقعد لا 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 بص انت اللي عشان بتفكر في كده بس يعني نيتك بتدلده من تحت التليفون، انا بقول لك والله العظيم انت نيتك مش صافيه، انتوا انجازات، انتوا انجازات غير عاديه بصراحه والله، ده محسوب مكتوبه في التاريخ. لا انا بكلمك يعني هنيجي يعني بعد سنين كده يعني، انت عفت نصار لو قابلت كابتن خطيب، لا بص بص المستوى الشخصي حاجه، لا وبتدردش وبتتكلم قاعد معاه، بص بص انا بسالك المستوى الشخصي دي حاجه تانية. طب ما طب انت قابلته في ماتش قامه وقيمه كبيره، لا انت كنت موجود في السوبر، وحد من الناس اللي انا بحبها، انا بفترض وحد حضرتك من الناس اللي عملت معايا حاجات كويسه في حياتي، فاهم؟ هو كابتن خطيب طبعا حاجات كويسه يعني ازاي؟ انا ايام المنتخب لما كان مع كابتن فاروق جعفر وكنا مسافرين جالي الزايده، كان كابتن خطيب مدير المنتخب انا فاكر جالي الزايده فشالني من العربيه لغايه المستشفى، ودخل كان بيشني وماشي بيجري بيا في الشارع يعني هي كانت عايز الزايده كانت انفجرت يعني فلا ما انسلوش لما كنت متعور وجالي لغايه البيت برضو حاجات كتير يعني هو كان على المستوى الشخصي، دي علاقات انسانيه وعلاقات شخصيه. ايوه بس انا اسالك لو انت دخلت المقصوره وسلمت كابتن خطيب وقعدت معاه 10 دقايق واتصورت، ده شرف ليا طبعا يعني، شرف ليا فاحنا من الاخر عادي، بس ده كلام انا بكلمك مش مشكله، انا ايوه انا بكلمك على حاجه ثانيه خالص طبعا طبعا طبعا. لا المهم بس عايز اوصل لك حاجه، انت بتقول ليك صوره حلوه مع كابتن خطيب كاننا قاعدين يعني نحط احنا الخطه الجهنميه اللي بنخلص بقى حاجه. والله بص الدنيا كانت ماشيه ازاي، وشيكابالا ضيع يعني، لو شيكابالا ما كانش ضيع كانت الامور اختلفت، ولو عندنا مدرب كويس، ولو عندنا مدرب، بس هي ضربات الجزاء كده، هي ضربات الجزاء، ولو عندنا مدرب كويس كنا كسبنا، لو عندنا مدرب كويس كنا كسبنا يعني. الماتش ده لحد كبير كان كويس، والحقيقه والتنظيم كويس الشوط الاولاني، بص الشوط الاولاني الاهلي مسيطر لغايه التغييره بتاعت زياد بسبب جوميز، بسبب جوميز عشان نص الملعب، ما هو لازم، ما هو انت الراجل لعب باثنين ديفندر ابن اللذينه، وقدامه عبد الله ما بيمسكوش حد، لا شحات عارف يمسك حد، ولا زياد كمال بيمسك حد، حتى ما فيش مهام معينه يعني. ايه المهام الراجل، انا عمال افكر ايه الراجل ده، ايه المهام اللي اديها للاثنين، ولا حاجه ولا حاجه، لان قفشه بيروح نازل نص الملعب خلاص، وعندك اثنين في الاهلي ثابتين ورا اكرم واسمه ايه مروان ما بيتقدموش، فانت بتعمل ايه ورا، انت مش عارف تطلع، فللاسف انا مش 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 ما كنتش قادر افهم الراجل ده عايز ايه، بيلعب ايه، هو بيلعب ليه يعني، انا مش قادر، واحد من الدريبلر اللي هو ممكن يعدي ويوصل للجون بسرعه اروح حاطه على الخط، طب مين يا ابني الذين هيروح يعني، انا عمال افكر فيها، الراجل ده بيفكر كوره ازاي، لقيته بعيد خالص عن الكوره يعني، كل هل مره هل بحاول، هل انت متفائل في الموسم الجديد مع الراجل ده؟ لا بص رب ضره نافعه يعني، انا شايف ان الماتش ده ضره لازم يبقى رب بدايه، رب ضره نافعه، شفت بقى حد عليك لغه عربيه، ما انا بقول لك رب ضره نافعه ماشي، انا اللي بتكلم عليه ان ده ممكن تعرف تبني عليه يعني، الراجل لازم يشوف احنا عندنا بعض المراكز لازم تجيبها تخلقها، لان انت انا اسف لو شلت عبد الله السعيد مش تطلع ولا بكره من ورا، ولا بكره عارف يعني ايه، انت كنت يعني تتمنى الزمالك يضم صفقات معينه قبل غلق القيد؟ طبعا انا محتاج انا اسف سيرد باك
بص ولعب نص ملعب سيردي باكين، بص سيردي باكين محتاج اتنين ديفندرات ماشي، ليفت محتاج وينج ليفت ومحتاج راس حربة كمان. يعني انا لغايه دلوقتي، مع كل اللي موجود ده يا كابتن، مع كل، لا عمر فرج ولا ناصر منسي يقدروا يكونوا الفرود الاساسي. شفت ناصر منسي أسطورة. اما انت اهو يعني هي حد جاب جون، فهي دي مباراه الاهلي والزمالك. انما انا بحسبها بحاجه طريقه تانية. الراجل ده بيديني ايه على مدار الموسم؟ بس ما بيدينيش حاجه فاهمني. فلازم انا كنادي الزمالك افكر في الحته دي، افكر فيها بشكل كويس. عموما يا كابتن عفت، يعني انا بشكرك جدا طبعا على ارائك، بشكرك شكرا جزيلا. ويعني اللي احنا بنقوله دي، نجوم الزمالك مش راضيه عن كثير من الامور، ودايما بقول ايه، كان الله في عون الجمهور. جمهور اللي قاعد بيتشحتف، عايز بطوله وعايز اللعيب ده يبقى كويس وعايز الاداره تبقى كويسه وعايز معرفش، وبيبقى عشمان وبيبقى يعني ثقته كبيره في مواقف وبيحصل ويتفاجئ يتفاجئ يتفاجئ يتفاجئ. اتمنى من اداره الزمالك تاخد بالها من الامور دي، مع الوضع في الاعتبار ان العقوبه فيها اكحاف، يعني اللي هيقول كلمه حق كتير قوي، 300,000 دولار قوي بجد. يعني لو قلت حتى 50,000 دولار ماشي، لكن 300,000 دولار من مكافاه اصلا نص مليون دولار كتير قوي بصراحه. يعني طيب هرجع تاني للاهلي، وبما ان الكابتن عفت فتح الكلام، فاحنا كنا قاعدين في المقصوره ومدعوين المنصوره، دي مش الفي اي بي، ده دي الفي في اي بي، يعني في في اي بي وفي في في اي بي، يعني يبقى عدد قليل هو اللي موجود فيها يعني. فاحنا كنا موجودين في القصه دي والناس بتصور كل تحركات المقصوره. يعني احنا كنا، انا رحت سلمت على الناس اللي في الزمالك. كابتن الخطيب من مميزاته انه هو راجل راكز جدا، حتى الاهلي لما كسب لا قام ولا تنطط ولا هو راجل قاعد ساكت، بص على طول بعد اللقطه دي بعد ما الاهلي كسب على طول مباشره، يبدو انه بيرد التهاني، حد بعت له ولا حاجه بيرد او حاجه. الناحيه الثانيه كابتن حسين لبيب برضه كان هادي جدا حتى بعد الخساره، الامور كانت هاديه جدا. في الناحيه الثانيه من الجانب الاخر من اداره الزمالك، بين الشوطين وقفت اتكلمت مع كابتن حسين لبيب على الازمه القائمه بتاعه الاثنين لعيبه وبتاعه، ويعني وتمنينا طبعا الامور تخلص على خير ان شاء الله. يعني ده شايفين احنا الجرح اهو، النائب الجرح والسيد الضماطي اعضاء مجلس الاداره بعد المباراه مباشره زي ما احنا شايفين اهو. هنا خالد مرتجي، المهندس خالد مرتجي بيسلم على الضماطي، الضماطي انهمر في البكاء، معرفش يعني فجاه الضماطي لانه بيبكي بشكل رهيب جدا بعد المباراه. هو كان رئيس البعثه، وكان ده طبعا مؤمن زكريا نجم الاهلي، وكان قاعد معانا مؤمن، خد بالك بيدي بهجه للقعده، يعني عايز تتصيط اقعد جنب مؤمن، كل اللي يلمح مؤمن زكريا يسيب الدنيا كلها ويجي يسلم عليه ويبوسه بصراحه. يعني بص هنا الضماطي وبيبكي، كان عليه ضغط رهيب جدا لانه الاهلي كان خسران السوبر الافريقي، فيعني كان عنده امل انه يعدي المازق ده بالفوز. هو كان رئيس البعثه فعليه حمل كبير يعني كرئيس بعثه. وبعد المباراه كانت الفرحه شديده جدا في ناحيه الاهلي، وكان الزمالك على فكره مشغول جدا بالقصه بتاعت اللعيبه بتاعته، الاداره كانت مشغوله جدا جدا. انا وقفت مع النائب حسام المندوه بين الشوطين، الفتره اللي بين الشوطين كنا واقفين جوه يعني في اللونج اللي جوه، يعني الراجل كان بيحكي لي يعني انه بيحكي لي التفاصيل يعني بتاعت الازمه والقصه واملهم ايه يوم الثلاثاء ان شاء الله تخلص ازاي، وان هو مش هيسافر مش هيرجع غير بيهم هو والكابتن حسين لبيب، وحكى لي تفاصيل وحاجات. فيعني انا كنت شايف ان كان في ود في القعده، كان موجود الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره، وموجود الناس ممثلين الامارات هناك، وكان في كبار المسؤولين الاماراتيين موجودين، والسيد عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي، ويعني وكان موجود اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره. شفت دينا الرفاعي، شفت الدكتور معقول الزهايمر اللي انا فيه ده في اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، شفت الدكتور ايهاب الكومي،
كان في الاستاذ خالد الدرندالي، وشفت الكابتن عامر حسين كان موجود برضو بصراحه. يعني يعني كان ال 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 وكنت شايف حاله كبيره من الود موجوده جدا. اتمنى ان دي تبقى منعكاس لكل حاجه. يعني في الاخر يا جماعه دي رياضه ودي كوره، الناس بتقعد تفسر كل حاجه على كيفها، كل حاجه. يعني من الصوره للكابتن حسين لبيب شفته اصله بيعمل معرفش ايه، صوره معرفش مين شفته، شبان قاعد مع الخطيب شفته، انت ما تعرفش اصلا احنا بنتكلم في ايه. احنا اتكلمنا في كل حاجه الا الاهلي. اتكلمنا عن بطولات الاهرام والذكريات وعن الاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه، واتكلمنا عن الـ 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 الشغل بتاع زمان، وحتى قلنا يعني هنعمل ايه في حاجات كده معينه خاصه بالاهرام وبالاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه عشان نحيي ذكراه. يعني اتكلمنا في حاجات انسانيه كتير وحاجات يعني كزماله شغل. كابتن خطيب على فكره يعني اخر حاجه بيتكلم فيها الكوره. يعني اللي يعرف كابتن خطيب، انا عشان خاطر يعني عشره وناس ما تعرفش ان في عشره وفي زماله في مؤسسه كبيره زي الاهرام يعني سنين طويله. يعني كابتن خطيب لما تقعد تتكلم معاه اتكلم مع اخر حاجه اتكلم فيها الكوره، خد بالك. يعني يعني مش حصل احداث في المباراه وشيكابالا وجري ورامي ربيع، ولا كابتن خطيب مركز. كابتن خطيب قاعد. وبعدين على فكره حتى اولاده وبيته واسرته كانوا بيكلموه، احنا قاعدين ولا بيرد على التليفون. تلاقي الاستاذ طارق قنديل جاي له، المدام عايزه تسلم عليك تطمن عليك، ما كلمونيش لا على تليفون، بيكلموك ما بتردش، والتليفون في جيبه ما بيردش. مش يعني ما بنته بناته كلمته وما اعرفش مين كلمه، كل شويه يجي عضو مجلس اداره يديله الدكتور محمد شوقي يديله التليفون، بيكلموه على تليفونات حتى زمايله في مجلس الاداره. فالراجل قاعد بسيط جدا وهادي جدا، ولا بتاع شو ولا حتى لما جه يفرح المجلس ويتنطط ورايحين يبوسوا، قال لهم بس بالراحه كده وبهدوء وبتاع. ايه الصوره دي؟ يعني يقول لك الصوره بتاعت شبانه، وريني كده الصوره دي. وانا ما اعرفش مين اللي صورها، احنا قاعدين على فكره. انا بس عايز اقول يعني الكابتن خطيب عنده ودن، يعني مش عايز اتكلم في حاجه يعني، فلازم اقعد قدامه كده عشان خاطر يعني يسمعني واسمعه واحنا قاعدين نتكلم. يعني فيا جماعه الرياضه والابسط واحلى بكتير من الشكل اللي الناس بتفسره على انه خناقات ومؤامرات وحكايات وروايات وقصص وحواديت. يعني كابتن خطيب شخصيه محترمه جدا، شخصيه لها مكانه عاليه جدا، شخصيه مؤدبه جدا، شخصيه اسطوريه ككوره. لو بتحب الكوره تحب الخطيب، لو بتحب الاداره تحب الخطيب، لو بتحب النجاح تحب الخطيب، لو بتحب التاريخ تحب الخطيب. انت قاعد جنب شخصيه لها مكانه عاليه جدا، ملوش علاقه بقى بالاهلي وبالزمالك وبالكلام ده كله، الزماله والحاجات دي لها واجب يعني. وبعدين انا ما شفتش كابتن خطيب بقى لي فتره طويله يعني. فعموما وقعدنا هنا وقعدنا هنا وقعدنا هنا، بس الناس بتفسر على كيفها، الكلام بيتقال على الكيف يعني. عموما المباراه انا عجبني التنظيم وعجبني التزام الفرقتين والتزام مجلس اداره الفرقتين. وكابتن احمد سليمان حتى لما صرح وقال انه المباراه النهائيه كانت تعبر بشكل حقيقي وكامل عن الشكل الطبيعي للكره المصريه والعلاقات في الكره المصريه والالتزام بتاع الانديه في الكره المصريه. طيب انا ممكن اطلع فاصل سريع، خلوني اطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هرجع اتواصل مع حضراتكم. الشباب بعتين لي صور، الناس على فكره الصور اللي في الامارات دي مش انا اللي مصورها، دي ناس زملاء او ناس في المقصوره بتصور وتشير تحط على السوشيال ميديا يعني. يعني ممكن ناس يعني هنا او من هنا يعني. في صوره حتى لزميلنا اكرام الدريني اعلامي موجود في الامارات، زميل عزيز يعني، وموجود هناك وتصورنا صورات. يعني علق على دي يعني، احنا بناخد صور تذكاريه كثيره، واخدت صور كتير مع بتوع الزمالك ما اتحطتش على السوشيال ما اعرفش ليه، لكن في الاخر انا اللي بصوره انا اللي بحط يعني. لكن بمناسبه اللي في الامارات واللي حاصل، هاخد تويته تانية لشريف اكرامي. انا خدت تويته لشريف اكرامي قبل كده، وتويته تانية عجبتني
هو بيتكلم على الازمه بتاعت لعيبه الزمالك والتناول اللي احنا بنتناوله، واللي فرحان واللي بيكيد واللي بيقول لك اشمعنى الشحات يعني لما تحاكم كنت فرحانين فيه وكنت بتشجعوا الشيبي عندا في الشحات، مع ان الشيبي راح للمحكمه كان عايز يحبس الشحات، انتوا كمان دلوقتي بالمثل ورد، وربنا رده كبير وربنا كبير. طبعا انا مش من الناس اللي بتاخد الانطباعات بالطريقه دي، يعني انا من الناس اللي ما باخدش الانطباعات من السوشيال، يعني ممكن 20 واحد على السوشيال فيديني انطباع كانه لا، بالعكس يعني انا باخد الانطباع من الشارع ومن الاحتكاك بالناس. لا الناس كانت راضيه على موقف، على الموقف اللي عمله حسين الشحات مع الشيبي في الشارع، ولا كان الناس راضيه على اللي الشيبي عامله مع الشحات عايز يوديه المحكمه ويحبسه، ولا الناس راضيه على الموقف اللي عمله دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مع الناس المسؤولين على التنظيم في الامارات، ولا الناس راضيه على حبس الناس دي، ولا الناس فرحانه فيهم، ولا الكلام ده. الانطباع اللي بيجي من السوشيال حاجه، والواقع والحقيقه حاجه تانية خالص. شريف اكرامي بيقول كل الامنيات والدعوات ان تنتهي قضيه لاعبي نادي الزمالك المصريين المحتجزين في الامارات في اقرب وقت ممكن. بص شريف اكرامي بيقول الكلام اللي انا بقوله، ما شاهدته على السوشيال ميديا منذ بدايه الازمه من كيد وشماته ومقارنات يعكس الانحدار الانساني الذي وصل اليه البعض. خلاص السوشيال ميديا ده بقت مستنقع تاليف، مستنقع كبت وعقد نفسيه بتخرج في الكلام اللي بيتكتب، وناس تتجرجر مع كلمه، وناس تفت في كلمه، وناس تالف قصص وحواديت من دماغها في صوره، وناس تالف معرفش كده، ناس قاعده تالف فقط وتطلع كل احقادها وعقدها النفسيه في السوشيال ميديا. فشريف اكرام بيقول لك مدى الانحدار الانساني اللي وصل اليه البعض، وحقاره من اللجان الالكترونيه في تحويل كل شيء الى حرب الوان ومقارنات فارغه وتنظير. عسى ان يعي الجميع بعد انتهاء هذه الازمه حجم المسؤوليه التي يحملها تمثيل هذه الانديه العريقه، سواء كانوا لاعبين او اداريين او ايضا مسؤولين. على هذه اللجان التي تفتقر الى العقل والحكمه ان تدرك ان هناك احيانا قضايا حساسه لها ابعاد تحتاج الى تعامل انساني اولا قبل الانجرار خلف الصراعات والمقارنات السطحيه. اتمنى ان نستوعب اخيرا ان هناك دول لا حصانه فيها او استثناءات امام القانون، ده قانون التزم بيه عشان خاطر الناس ما حدش يكلمك. اخيرا شكر وتقدير لدوله الامارات ومجلس ابو ظبي الرياضي على حسن الاستقبال وجوده التنظيم وعلى كرم الضيافه. ده كان الكلام اللي قاله شريف اكرامي. هروح سريعا لافشه عامل برضو تويته كده او بوست بعد فوز الاهلي بالسوبر المصري. 17 بطوله مع النادي الاهلي الحمد لله، طبعا مفيش حد بيكسب على طول، لكن انا حاسس بشعور الناس وهي زعلانه على السوبر الافريقي. كنت متاكد من وقفه جمهور الاهلي ورا فريقه في اي ظروف، ولحد ما الاهلي يكسب تاني على الحلوه والمره. يا اهلي ما عندناش اعلى منك، مبروك يا رجاله الاهلي. عايز اقول النادي الاهلي مجهز وفد يستقبل فريق العين الاماراتي، وده حاجه من الحاجات اللي بيمتاز بها النادي الاهلي بصراحه. الوفد ده بيتكون من المهندس محمد سراج الدين، النائب محمد الجرح، الكابتن حسام غالي، اعضاء مجلس الاداره، معهم الدكتور سعد شالب، استقبلوا النهارده فرقه الامارات اللي وصلوا، واستقبلوهم في صاله كبار الزوار، وصلوا بالسلامه وهيروحوا يقعدوا في الاوتيل بتاعهم. والمباراه احنا عارفين يوم الاثنين، اليوم الثلاثاء القادم بعد بكره ان شاء الله. كمان النادي الاهلي قرر يبقى في 2107 تذكره لجمهور الامارات في مكان يعني في المدرجات يعني جيد جدا، بالدخول حتى بالجواز السفر، لا بتذكره ولا بحاجه، بيخش معاه جواز سفر الاماراتي يقدر يخش الاستاد ومفيش اي مشاكل. واخواتنا واشقائنا في الامارات هيستمتعوا بالمباراه عندنا هنا في مصر وفي القاهره، وهيستمتعوا بالجو المصري الجميل، وهيستمتعوا بالفسحه في مصر، وهيستمتعوا بمصر الجميله الخالده الرائده المضيافه، مصر الام الدنيا. يعني لما بنروح اي حته يقول لك مصر ام الدنيا، وهي ام الدنيا. وعلى فكره الكره الشاطئيه اللي اتعملت عندنا في الغردقه بينت مصر ام الدنيا. متسبي لما راح شاف الغردقه وحضر كاس امم افريقيا، احنا قصرنا في بطوله الغردقه دي، ما غطيناهاش بالشكل اللي تستحقه بصراحه. متسبي لما راح رئيس الاتحاد الافريقي انبهر من اللي شافه في الغردقه، يعني ما تيجي تشوف الراجل وتصريحاته، حتى الراجل منبهر.
مش مصدق اوجه رساله شكر للرئيس المصري وللشعب المصري ولكل المصريين والاتحاد المصري. اه المتسب يشكر الرئيس السيسي والحكومه المصريه. انا لما شفت الخبر قلت هيشكرنا على المقر الجديد اللي هياخدوه في العاصمه الاداريه، والحقيقه والجانب المصري عامل معاهم يعني جواز خاص، جواز سفر خاص، وكل التسهيلات عندنا في مصر، والتاشيره مفتوحه، والدخول والخروج، والمقر هيبقى حاجه عظيمه في العاصمه الاداريه والتجهيز على اعلى. افتكرت كده لقيت الشكر على التنظيم بتاع كاس الامم الافريقيه للكره الشاطئيه. دي مصر بجوها بشكلها بشواطئها بحلاوتها بجمالها، مصر المضيافة. متسبي بيقول ايه؟ وجه متسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، ووجه الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم على التنظيم المميز لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على الأراضي المصرية واستضافتها الغردقة من 19 ل 26 أكتوبر. نحن ممتنون للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية واتحاد كرة القدم وشعب مصر بالكامل على المرافق، بص بقى، والبنية الأساسية ذات المستوى العالمي. أتينا اليوم لمشاهدة كرة القدم الشاطئية، قدمت مصر استضافة بطريقة لا تقل جودة عن أي مكان آخر في العالم، وأصبحت كرة القدم الشاطئية الإفريقية بين الأفضل في العالم، وستستضيف كأس العالم. سنستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية العام المقبل في سيشل. فخورون جدا بالدولتين اللي هيمثلونا هناك، السنغال وموريتانيا. طبعا كان فاينل لكرة شاطئية هنا، سنغال وموريتانيا وصلوا كأس العالم، واحنا خدنا المركز الرابع بعد الخسارة من المغرب في السيمي فاينل 4-3. كان السنغال كسب موريتانيا 6-1 في الفاينل. متسب اختتم كلامه قال: تاريخ مصري يدعو للفخر، نحن أفارقة، كلنا مصريين، ما زلنا نشعر بالفخر بنجاحات كرة القدم الشاطئية المصرية وكرة القدم المصرية. وأعيد وأكرر الشكر لشعب مصر ولرئيس مصر ولكرة القدم المصرية على هذا الحب للقارة الإفريقية. نحن جميعا مصريون، نحن جميعا أفارقة، وشكرا جزيلا. ده كلام يدعو للفخر. وقد إيه بلدنا. انا كنت مع المهندس خالد عباس رئيس شركه العاصمه الاداريه، قابلته في بالمناسبه في المقصوره وتصورنا بس ما اتنشرتش. المهندس خالد عباس يعني وانا بكلمه على الاستاد بتاع العاصمه الاداريه والمدينه اللي هناك، هو بيكلمني على المدينه واللي فيها والامكانيات، انت تحس انك بتتكلم عن اقسم بالله العظيم اقوى من المنشات اللي كانت في اولمبياد باريس الاخيره دي، المدينه بتاعتنا اللي في العاصمه الاداريه الحقيقه يعني. وقال لي في مفاجآت قادمه للاستاد هناك وحاجات بس مش هنعلن عنها دلوقتي. فالحقيقه احنا عندنا بنيه محترمه جدا وتليق بمصر وتليق بالمصريين. خلينا اروح للكابتن رمضان السيد نجمنا ومدربنا الكبير. كابتن رمضان مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد وتحياتي ليك. ازيك كابتن رمضان؟ مساء الورد. مساء الورد، الله يخليك. اظن انت مزاجك عنب. طبعا اكيد. بعد الفوز بالسوبر. طبعا اكيد. كنت متوقع يا كابتن رمضان ولا كنت قلقان بصراحه؟ لا انا كنت متوقع بس كنت قلقان في مباراه سيراميكا الحقيقه، قلق كبير جدا جدا جدا. يعني كنت قلقان في سيراميكا اكتر من الزمالك؟ اه طبعا، المباراه كانت قلق جامد جدا. احنا بنلعب بحوالي 6 لعيبه ما كانوش متواجدين في الفتره اللي فاتت كلها، وكان كولر عامل تشكيله برده غريبه برده كده ملخبط المراكز جدا جدا جدا. يعني انا في رايي ان ربنا ستر ان احنا تخطينا سيراميكا الحقيقه. طاهر فيرود وامام وينج وكان ملخبط كده. طبعا طبعا يعني طاهر رغم ان هو اجاد في حته المهاجم لكن ده مش مكانه. يعني وارد لما تحط تاني مش هيقدر يعمل لا نفس الاجوان مش من جمل معينه او بالظبط يعني بالظبط خطا دفاعي. كانت اخطاء دفاعيه يعني. احنا كان عندنا اخطاء في التشكيل الحقيقه واخطاء كبيره جدا جدا. وسيراميكا فرقه مش سهله. لكن مباراه الزمالك واعتقد مباراه الزمالك اول ما ابتدى يحط القايمه صح ويحط التشكيل صح فرق معانا. الشوط الاولاني احنا لعبنا كوره الشوط الاولاني بشكل قوي جدا جدا، وكان عندنا يعني في مباراه الزمالك. كابتن رمضان هاخد رايك الفني في نقله اكرم توفيق من نص الملعب للباك رايت ووضع كوكا مكانه في نص الملعب، هل ده فرق مع شكل الاهلي الهجومي وجود كوكا جنب مروان وامام؟ وهل اكرم افضل فعلا لما بيلعب باك رايت من انك تدي لخالد عبد الفتاح او تدي لعمر كمال؟ اكرم غياب هاني طبعا محمد هاني. هو بيجتهد لما بيلعب في حته الهاف ديفندر بيجتهد، لكن ده مش مكانه.
لان برضك اكرم عنده مشكله ان الكره بتاعته مش عاليه قوي، فبالتالي انت بتحتاج ان انت مثلا حد من تحت زي مروان عطيه او اكرم او قفشه او امام هو اللي يبتدي يطلع لك الكره من تحت. فدي بتلاقي فيه مشكله كبيره جدا لما بيكون اكرم موجود. اكرم لما يكون موجود في حته الباك رايت اعتقد لا بتستفيد منه بشكل قوي جدا، مدافع قوي جدا جدا، وبالذات لما بيلعب على نجوم زي مثلا زيزو او اي حد مميز، لا هو مدافع قوي جدا. فبالتالي برضك مروان الحقيقه عملوها بشكل كويس قوي وادوها بشكل كويس قوي. وفي نفس الوقت انت كنت مباراه سيراميكا بتلاعب امام عاشور بتلعبه جناح، وامام عاشور بتستفيد منه بشكل كبير جدا لما بيلعب لك 8 على اساس ان هو بيعرف يطلع الكره من تحت وبيعرف يعمل المستندات الهجوميه من جوه الملعب مش ان هو يلعب كجناح يعني. فطبعا وظبط التشكيل الحقيقه فرق بشكل كبير جدا. طبعا في علامه استفهام بتحطها قدام بيرسي تاو لغايه النهارده. بيرسي تاو بقاله فتره كبيره جدا مش عارف يرجع لمستواه، وبيرستاو اعتقد ان هو افتقد حاجات كتيرة جدا من مستوى الفن الحقيقة، يعني افتقد حتة السرعة اللي كانت بتفرق معاه بشكل كبير جدا، افتقد حتة المراوغة اللي هي المثمرة الحقيقة اللي كان بيعملها وكان بيقوم بيها وكان بيعمل بيها اختراقات، اخترق الحتة اللي هي الاهم كمان ان هو لما كان بيروح على المرمى كان بيقدر يسدد وبيقدر يحرز اهداف. لا بيرستاو مش في حالته خالص. طب كابتن رمضان معايا خبرين هقولهم لك ونتناقش فيهم لانه ممكن يبقى اضافه للكلام اللي احنا بنتكلم فيه. يعني النهارده الاهلي قرر تعيين الكابتن عماد فاروق اخصائي نفسي. عماد فاروق انت عارف كان من نجوم كره الطايره في الاهلي، نجوم كره الطايره طبعا. انما هو في نفس الوقت راجل اكاديمي، يعني معاه دكتوراه في علم النفس الرياضي وعنده مراكز متخصصه في هذا المجال وهذا الشان، وجمع ما بين كونه لعيب وجامع ما بين كونه كان لعيب كبير على المستوى الدولي مع النادي الاهلي ومنتخب مصر في الكرة الطايرة، فعاش الأجواء دي، الماتشات الصعبة واللحظات الصعبة والتوترات والضغوط النفسية، يعني هو عاش الأجواء دي بما أنه لعب مع فرقة بحجم الأهلي ومنتخب مصر. هل لو عماد فاروق موجود من بدري أو المكان ده لو المعد النفسي يا كابتن هل يبقى ليه دور؟ مثلا احنا بنقول، انت حضرتك بتقول لي بيرسي تاو افتقد المراوغات، بيرسي تاو افتقد معرفش مثلا مشكله كهربا لما اتخانق وهو كان لقى نفسه بره التشكيل في الماتشين ومثلا، يعني هل لو في معد اصل يعني ايه يعني افتقد المراوغات؟ يعني لعيب بيمتاز بحاجه فجاه افتقد، يعني ايه اللي حصل؟ يعني فقد الذاكره اكيد هناك ما يؤثر على تركيزه وعلى افكاره وعلى دماغه اكيد، مظبوط؟ يعني انت لما تفتقد شيء مش قادر تقديم نفس الكفاءه يبقى انت في حاجه فيك مش مظبوطه، مش يعني لو انت بتتمرن وملتزم في التدريب يبقى انت في حاجه في حياتك عامله لك مشكله. هل وجود المعد النفسي يا كابتن مؤثر مع الفرق الكبيره اللي زي الاهلي؟ والقرار ده مهم، تعيين عماد فاروق شايفه كده؟ بص انا هقول لك حاجه، هو تعيين عماد فاروق بيتخطى ان هو راجل اكاديمي، ده هو راجل بيشتغل كأكاديمي ودرس الحقيقه بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت هو نجم كبير جدا خلي بالك. طبعا يعني كان نجم كبير جدا في الكره الطايره وعلى مستوى الاتحاد الكره الطايره وكل حاجه. فبالتالي النوعيه اللي زي دي هتقدر تستفيد منها بشكل كويس قوي، وهيقدر يتعامل لك مع الحاجات كلها الحاجات اللي محتاجه النواحي النفسيه دي بشكل مميز جدا وبشكل قوي جدا. ده هيفرق بشكل كبير جدا. يفرق في يعني لعيبه الاهلي، يعني انا باجي في اوقات ساعات يا كابتن احس ان كهربا محتاج معد نفسي، بحس طبعا ان حسين الشحات احيانا يحتاج امام عاشور، في لعيبه كده في الاهلي بتشعرني بكده، يعني عندها امكانيات ضخمه كابتن ثم فجاه تختفي لسبب او لاخر. احنا نقعد نقول بقى ايه اصله كان سهران، اصله ما اعرفش عمل ايه، احنا بنجتهد يعني، اما انت مش لاقي مبرر ليه امام مش مستواه في وقت او ليه كهربا مش مستواه او ليه احنا، لكن ده بيبين لك لانه موجود في العالم كله فكره المعد النفسي، وده محمد صلاح يا كابتن عنده واحد اللي بيرتب حياته مش بيرتب كمان، يعني عنده المعد النفسي وعنده لايف اسمه لايف ايه يا جماعه، اتفضل
لايف كوتش، عنده لايف كوتش وعنده معد نفسي وعنده ستاف كامل بيحدد له كل حاجه. ده صلاح يعني عشان خاطر يبقى بس مش في دماغه الا الكوره والباص والشوطه والبينالتي والكلام ده، يعني ده في فريق كامل يا كابتن شغال على صلاح وشخصيته. طبعا 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 المعد النفسي يا استاذ محمد في شبانة في اوروبا مش رفاهيه يعني، بيشتغل وخلاص. نعم مش رفاهيه يعني، مش لا مش رفاهيه، ومش راجل كده بتعين وخلاص عشان يشتغل، لا ده عنصر مهم جدا جدا جدا. احنا انت فاكر لما كنا بنتكلم اتكلمت معاك في موضوع المدير الرياضي وقلت لك ان المدير الرياضي ده في اوروبا بقى دلوقتي بيتقيم زي المدير الفني بالظبط، وعليه صراع في الانتقالات ونادي يغري لما عقده يخلص عشان يخطفه. ده الراجل بتاع ليفربول، المدير الرياضي بتاع ليفربول هو خلص العقد بتاعه وفضل ان هو هيروح هيتنقل حته تانية، عاملين مشكله كبيره جدا. الصحافه هناك في انجلترا بيقول لك الذي اكتشف صلاح او الذي ضم صلاح يقترب من الرحيل من ليفربول. مظبوط مظبوط، وفان دايك ولاعيبه كبيره مظبوط. وهو كمان ايه ده بيقول لك ان هو حصل على بطوله الدوري كم مره وحصل على بطوله دوري الابطال كم مره، بينسبوها ليه هو. تخيل مظبوط طبعا، يعني بيعدوا له هو النجاحات اللي هو عملها. طبعا طبعا ده هو اصبح منصب لا غنى عنه في بالظبط. برضك نفس الحكايه، المعد النفسي ده حاجه مهمه جدا. بس اهم حاجه الاختيار بتاع النادي الاهلي، ان انا مش جايب واحد يعد عيب على شيزلوندي وبخليه يعد نفسي، لا ده اكاديمي ونجم كبير جدا جدا جدا. الناس متخيله المعد النفسي ده بيقعد اللعيب على شيزلوندي، احكي يا ابني انت عملت ايه بقى. ده في احنا ايام ما كنا بنلعب شبانه وتخيل والله العظيم كان اللعيبه تقول لك على المعد النفسي احنا مش مجانين. كان كده بيقولوا كده زمان. لكن دلوقتي خلاص الامور اختلفت بشكل كبير جدا. اصل معد نفسي يا كابتن بيتدخل في حياتك. لا ده طبعا دور مهم جدا جدا جدا، وفعلا زي ما انت بتقول او زي ما انت قلت دلوقتي ان هو يقدر يساعد كهربا، يقدر يساعد حسين الشحات طبعا، يقدر يساعد، انا بحس يا كابتن يقدر يساعد وسام لما مثلا نزل شويه. لا ده دور مهم مهم مهم. انت سيادتك كمحلل لما اجي اسالك اقول لك اللعيب الفلاني ينفع يجي الاهلي ولا لا، ممكن تقول لي لا ليه يا كابتن رمضان ده لعيب كويس، تقول لي بس مستواه مش مستقر. كلمه مستقر دي يا كابتن معناها انك كل ماتش لازم تبقى مستقر نفسيا وتركيزك 10 على 10 عشان مستواك الفني يستقر. طبعا طبعا، ده بقى وراه ستاف شغال زي ما بنقول صلاح مثال مثلا، يعني هو ليه صلاح طبعاً نجم من نجوم العالم لغايه دلوقتي سنين طويله، لان صلاح مستقر طول الوقت، النجوم دي مستوى مستقر طول الوقت، مش ماتش وماتش ولا ماتشين وماتش ولا الكلام ده. فيعني كهربا لو في الامارات يا كابتن والمعد النفسي موجود كان ممكن يحصل منه اللي حصل. طبعا كانش هيحصل اللي حاجة حصل. يعني كان هو هيستوعبه محمد صلاح. محمد صلاح في خلال السبع مواسم اللي راحهم فيهم لليفربول، تخيل محمد صلاح ما عملش 10 دقايق مستوى وحش. مظبوط طول الوقت 10 دقايق في مباراه في مستوى وحش. مظبوط، وده ليه دور كبير جدا جدا المعد النفسي. مظبوط. يعني انا بسالك سؤال اخير، هل لو معد النفسي كابتن عماد فاروق موجود من بدري شويه كان ممكن كهربا الازمه اللي حصلت في الامارات دي تحصل؟ لا يمكن. صح مش كده؟ لا يمكن. كان لا يمكن زمان اول ما اعلن التشكيل خده في حضنه واتكلم معه على طول ودردش معه وقال له وتبقى كذا وانا مستنيك وتبقى اجمد من كده وتحول الموضوع لصالحك وتثبت ان انت وكان زمانه بص يعني خلص الموضوع في 5 دقايق بالظبط، هيخلص الامور بدري جدا. طيب الحاجه الثانيه، الخبر الثاني، احنا كنا من بدري اتكلمنا ان علي معلول فرصته صعبه في النادي الاهلي السنه دي. كابتن رمضان بشكل واضح قال، يعني طلع معايا قبل كده من اسبوعين قال انه هيبان في الملعب علي معلول، وفي المؤخرا برضه قال نفس الكلام، قال انه علي معلول ده الموسم الاخير لان عقده كده، ده الموسم الاخير لرمضان لاسف لعلي معلول، لعلي معلول لان هو مجدد موسم، فده فعلا اخر موسم الا لو اللاعب مكسر الدنيا ما يرجع، يعني هو عنده نص موسم باقي بعد ما يرجع، يعني ان شاء الله الشهر الجاي عنده من يناير لنهايه الموسم اللي احنا فيه، هو عقده ممتد لنهايه الموسم. هل انت شايف انه علي معلول هيكمل مش هيكمل؟ هل ليه عطيه الله بدا يقنعك بدا يتقدم مستواه؟ هل انت شايف انه صعب يبقى اتنين باك ليفت اجانب ولا عادي ممكن يبقى اتنين باك ليفت اجانب؟ طب لو معلول تالق
هل ممكن الاهلي يخلي معلول يكمل ويعير عطيه الله، ولا الاثنين يبقوا موجودين؟ يعني المأزق ده شايفه ازاي؟ ما المأزق ده محمد رمضان حسمه ان لما قعد مع علي معلول قال له اللي هيفصل، احنا طبعا مرحبين بيك والعقد اللي انت متعاقد بيه ماشي وكل حاجه، لكن احنا طبعا مرحبين بيك بشكل كبير جدا لو انت رجعت فنيا وبدنيا بالمستوى اللي كان عليه علي معلول. اشترط مع عليه كده وقال له كده، وعلي معلول بقى راح مأكد له قال له انا هرجع ان شاء الله باذن الله في حاله بدنيه وفنيه اللي انا كنت عليها قبل الاصابه ان شاء الله باذن الله، ولو ما كانش كده هيبقى في تصرف تاني. فاذا خلاص يعني هو محمد فاروق كلمه بمنتهى الامانه، وعلي معلول رد عليه برضك نفس الحكايه قال له ان انا لو رجعت بالمستوى البدني والمستوى الفني. طب اذا رجع علي معلول الاصابه انا هكون موجود معاه. لو رجع علي معلول بمستوى الفني والبدني يا كابتن، الحل ايه في الاهلي؟ هتعمل ايه الاهلي يعمل ايه؟ يعني عنده لعيب زي عطيه الله وهيبقى عنده علي معلول، يعمل ايه في انا الفرق يا استاذ محمد ما بين ان علي معلول يرجع وعطيه الله صحيح رجع داخل بفورمه جامده جدا، الحاله البدنيه والفنيه والفورمه اللي عليها علي معلول، لو نفس الفورمه اللي عليها علي معلول كان قبل الاصابه علي معلول هيتفوق على اي حد على مهما أي كان حد. نعم مهما كان مهما كان مهما كان علي معلول، يعني انت بتتكلم في المواسم اللي لعبها مع النادي الاهلي باك ليفت، ده صانع لعب وهداف ويعني لعيب يعني بيصنع اهداف في كل مباراه بيلعبها وبيسجل اهداف في كل مباراه بيلعبها. يعني لما تيجي تقول لي مثلا جناح مثلا ناحيه الشمال، لا ده ما فيش حد. الخط قطع يا شباب. طيب الخط قطع، معلش يعني انا هرجع واقول زي كابتن رمضان السيد، علي معلول يقعد اي حد، ان رجع لمستواه يقعد اي حد. ودي انا بقول لك ازمه ومأزق للنادي الاهلي في انتقالات الـ يناير اللي جاي. يعني انا اتوقع الـ 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 الشخصيه اللي زي علي معلول شخصيه اصرار وتحدي وتركيز. يعني علي معلول من اللعيبه اللي كنا بنتكلم من شويه بنقول مستواه مستقر طول الوقت، هو عنده المنتاليتي دي. يعني ممكن تبقى هو مثلا بنقول كهربا بيندفع ساعات، ما اعرفش علي معلول، لا ده علي معلول تركيزه طول الوقت، تدريباته والعنايه بنفسه ويبقى جاهز طول الوقت. يعني هتلاقي علي معلول عنده مشكله فقط لما يتصاب او عنده اجهاد عضلي فقط لا غير. فإذا علي معلول هذا اللاعب واللي كلنا متعاطفين معاه، مع انه يحيى عطية الله كل ماتش بيزيد وكفاءته بتظهر ولعيب كبير، يحيى عطية الله ده باك ليفت منتخب المغرب، بس الناس لغايه دلوقتي الحنين. يعني كنا بنقعد نقول ايه يا سلام علي معلول يرجع لمستوى ويلعب مع الاهلي كمان 5 سنين، مع انه صعب مستحيل يعني هو كبر برضه يعني، بس هي كده اللي قدمه علي معلول للنادي الاهلي السنين اللي فاتت يخلي كل الناس تتمنى عوده نجم كبير بحجم علي معلول. هطلع فاصل واسيبكم مع معلول وارجع اتواصل معاكم الفقره الجايه. معانا نجومنا الكباتن محمد عبد الجليل وبشير التبعي. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن بشير التبعي. مساء الفل يا ريس، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك الله يخليك. قلت لنا حاجه من الاول بس عشان ما تاخدناش كده، قلت لك الكاس بس ماشي يا ريس. واحنا في دلوقتي في الفاصل قلت لي جمله مهمه جدا، قلت لي انت حزين ان الزمالك ما خدش الكاس، لكن في نفس الوقت انت شايف انه الكاس ده للاهلي مهم جدا عشان ماتش العين. مظبوط، يفرق مع الاهلي في ماتش العين. يعني الاهلي لو ما خدش الكاس ده كان فرق معاه، ولما خده يفرق معاه ايجابيا. طبعا طبعا، انت حضرتك شفت لما خسر مباراه السوبر الانقلاب اللي حصل في النادي، الدنيا اتقلبت على الفرقه ومشاكل وكله عمل بالظبط بالظبط، لكن على قد ما كان الزمالك برضو محتاج البطوله دي هتفوقه، على قد ما الاهلي هو محتاجها اكتر، لان عشان تدي له دفعه معنويه عشان يتصور التصحيح اللي اتعمل في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، يعني بدات تجيب نتائج اهو ببطوله اهو ماتش. بس بيفرق مع اللعيب انه يبقى كسبان بطوله قبل ماتش مهم؟ طبعا، يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني انت لو جبت قايم لعيبه الاهلي في ماتش الزمالك في 4 5 ايام، انت بتتكلم الماتش كان الخميس طبعا، العين بعد بكره الثلاث، ريس 5 ايام يا ريس. الاهلي لو خسر المباراه دي
اللعيبه دي كلها كانت هتتشرح هتتقطع. هي اللعيبه ما فيش فرق كبير بين الماتش ده وماتش السوبر اللي قبليه، ما حدش يعني عمل السحر ولا حاجه، بس خد بطوله في الاخر. فده هي بس الاهلي فنيا كان افضل شويه من الماتش اللي قبليه طبعا، افضل كتير، لكن التفوق ما كانش واضح قوي يعني. تمام، عشان كده وصل ضربات جزاء بالظبط في الاخر، ما خلصش الماتش في الملعب بالظبط. مبروك، وان شاء الله يعني يفيد في ماتش العين باذن الله. انت شايف انه يفرق في ماتش العين؟ اكيد طبعا. كابتن الجليل مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كابتن. خمسه مروح بخمسه كاس رجوع، خمس مرات رحت صح؟ بشكل عام في السوبر يعني. خمس مرات اللي رحتهم الاهلي كسب السوبر. كم مره الاهلي كسب؟ الخمس مرات. لا الاهلي كسب السوبر كتير، بس الخمس مرات اللي رحتهم الاهلي كسب. ما فيش مره جلت؟ ما انا ما فيش مره جلت. كابتن الجليل انت مع كابتن بشير في كلامه؟ طبعا. يعني هو قال لك ان القرارات الانضباطيه كمان بتقتل ثمارها مش بس الفوز، يعني مثلا موقف كهربا القرار اللي بتاخد مثلا في ظل الاهلي في احتياج لمهاجم، وخد بالك ان كولر لعب اول ماتش بطاهر يعني وسام ما كانش جاهز 100% وما اداش لكهربا، لعب بطاهر، فعنده ازمه في الحته دي طبعا من التشكيل بتاع ماتش سيراميكا. ورغم كده الاهلي خد قرار بتاع ان كهربا لازم يسافر، يعني مش مثلا خد قرار داخلي عقوبه وبعدين سابه على الدكه احتياطي، لان ده ماتش زمالك وفاينل سوبر مش ماتش عادي يعني. هل القرارات دي فعلا كان ليها دور في فوز الاهلي باللقب ويفرق مع الاهلي فعلا في ماتش العين؟ كابتن القرارات دي هي اللي بترجع النادي الاهلي على الطريق الصحيح. النادي الاهلي ما هو في سنين بياخد بطولات وماتشات كتيره. بص بشير قال لك ايه؟ قال لك الخساره كان هتبين حاجات كتيره، ماتش السوبر بين حاجات متداريه من تحت. الماتش ده لو كان حصل حاجه كانت الدنيا مش هتبقى احسن حاجه، وماتش العين ده كان هتبقى، انا عارف الاهلي لما بيخش في دوامه بيقعد. انت اصلا مستصعب ماتش العين؟ انا شايف ماتش مش سهل. هو في حاله الاهلي اللي هو فيها اللعيبه مش فايقه، ما نضحكش على بعض. والعين بطل. العين فرقه متكامله وبطل اسيا وعنده لعيبه اجانب محترفين جامدين قوي. 20 لعيب على مستوى. بس انا اقول لك على حاجه، ارجع بالذاكره، الهلال السعودي في اقوى منه في اسيا دلوقتي؟ لا. النصر السعودي؟ لا. ما كسب الهلال اللي هو تقريبا 5-4 العين. الهلال كسب العين 5-4. بص في الامارات خد بالك ماتش تقيل، بس ماتش ما تشوفه اخطاء دفاعيه من جناحيتين ماتش تقيل جدا. بص يا كابتن انا دايما بتفرج على ماتشات الخليج، السعوديه الامارات بس ماتش العين والهلال كان ماتش جامد قوي جدا، بس مفتوح. هم دايما يا كابتن عشان اللعيبه كلها اجانب هناك، فالماتش مفتوح رايح جاي، مفيش فرقه بتلعب تكتيك. ونرجع بالذاكره، الهلال النصر الاتحاد اي لاعب حد بيلعب الاهلي والزمالك الفتره اللي فاتت، الاهلي والزمالك بتفوق، حتى النصر اتعادل مع الزمالك 1-1 بالبرتيتا اللي عندهم دي كلها. فالعين هكذا. النادي الاهلي يا كابتن لا، على ملعبه وجماهيره الماتش هيبقى على قد ما صعوبته، بس الاهلي بيعرف يلعب. احنا بس العين المنافس مش سهل. لا مش سهل، بس الاهلي لو فايق بالذات اللاين فيرود اللي قدام، لان عندهم العين قليلين قوي ورا جدا. عندهم نص الملعب فرادة جامدين، فالنص الملعب والفرادة بتوعنا مفروض ما يغدوش حاجه للديفنس، يعني مفيش كره سهله تروح للفراوده هناك. فلو حسين فايق، برسيتاو فايق، اكيد دلوقتي مفيش غير كهربا، واعتقد ان كهربا مش المعسكر عبد الجليل، كهربا بره بقول لك اتصالح واحتمال يلعب ولسه اعلنوا المعسكر. كهربا بره وبرسيتاو الراجل يعني لسه فكر فيه شروي. لا بيشتكي منه، قال لك انا مش عايزه خلاص كده، انا جبت اخري معاه. بس لسه ما اعلنوش القائمه بتاعت المعسكر النهارده. طب مين فيرو الطاهر تاني؟ مش عارف، بس هو النهارده الكلام ده مكتوب على لسان الراجل يعني. ما هو اصل مفيش حد يعني يا استاذ محمد دلوقتي طاهر يلعب فيرو لو كهربا نفس القصه، ما كانش في حد في ال لا بس هو لسه ما اعلنوش يعني. انا عايز ابقى وريني كده يا جماعه الصوره بتاعت كولر مع كهربا عشان برضه نجومنا هنا. دي جديده ولا قديمه؟ لا هو هم نازلين التمرين امبارح في التمرين. هم قصدوا يبدا نزول كهربا مع كولر في وقت واحد بالاوضه، اوضه اللبس في التمرين، وتصوروا الميديا طبعا. بالصدفه يعني؟ لا مش صدفه طبعا اكيد. لا 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 ما كان بعد الاجتماع اكيد مقصوده الميديا في الاهلي صورتها. بس خلي بالك هو ما فيش مشكله بين كهربا وبين الراجل، المشكله كانت مع كابتن محمد رمضان. لا أيوة بس الاصطدام كانت الراجل الاول. لا الاصطدام في ابو ظبي بالليل لما هو ماشي، بس هو نتيجه ان كهربا ما اتمرنش كويس في بتاع المستبعدين. لا والراجل اشتكى منه فرمضان اتدخل واتكلم مع المساعد اللي بيمرنه بطريقه وحشه. حلو قوي. لكن يعني بدات كده سبب الترحيل ايه؟ ان هو راجع بالليل متاخر او حاجه زي كده زي ما اتقال. مين اللي شافه؟ كابتن محمد رمضان. لا ما تقالش كده. لا ازاي يا ريس؟ لا لا هو عشان التعدي بالكلام بعد الماتش وبتاع، هو انفعل على ده حصل.
ده حصل بعد الماتش. لكن كابتن محمد رمضان الخروجه دي مش متاكدين منها بصراحه بشيء. ده اللي اتقال وقال لك ان كان معايا امام اهو يعني انت اهو زي ما انا بقول الكلام ده كلام سوشيال. ايوه وطلع الاوضه قال لي امام انت فين؟ قال له انا هنا من زمان. لا ده كهرباء ماشي الساعه 7 طياره 7 الصبح. لا لا مظبوط يعني اللي اتكتب في السوشيال ريز زي ما كتب جيجي قال كده ان كهرباء داخل بالليل. ايوه ما قلتش مش ده مش كلامي. كهرباء بعد الموقف ده ما اتحركش من الاوضه. انا بس عايز الصوره دي يا كابتن بشير بخبرتك انت كلاعب كبير يعني في صفحه جديده. هل ده الراجل بيبعت رساله بيقول ايه؟ هل هيعتمد على كهربا؟ هل بيقول لك خلاص كل حاجه انتهت واحنا بنبدا صفحه جديده؟ الطبيعي خد بالك انت عارف الصوره دي على ايه؟ دي على الاكونت بتاعه هو شخصيا بتاع كولر. ودي ثاني مره يعملها كده. قبل كده برضو فاكر لما كان هو خد الاجازه وسافر بره وكان النادي الاهلي بيلعب من غير المدرب وحط على الصفحه كهربا بتاعته. فهتكلمنا هنا قلنا الراجل بيقول هو يعني في معناه ان كهربا ده معايا. هل ده معناه انه انت بتقول لي دلوقتي انت متوقع ان يبقى بره القايمه؟ اكيد ماتش العين اكيد. لا ما اعتقد بناء على الكلام المكتوب على السوشيال ميديا. لا سيبك من السؤال يعني انا توقعي بناء على كده. الصوره دي تعني ايه بالنسبه يعني انت كلاعب كوره ومدرب اجنبي؟ مفيش حاجه خالص. تعني ان مفيش حاجه مفيش اي مشكله مع الراجل ده. الراجل ده معايا وانا نازل معاه المعلم مفيش مشكله بيني وبينه خالص. يعني هل ممكن معانا كهربا يلعب الماتش؟ ممكن بالذات مع الاجانب. عارف لو الصوره دي مدرب مصري اللي مع كهربا اقول لك فيك وأوانتا واللي في القلب في القلب. كهربا يبدا الماتش. الاجانب ما عندهمش ليهم مصلحه. بس كهربا له رصيد كمان عند الراجل ده. كهربا لما من اول ما لعب مع الراجل ده عمل له حاجات غريبه في الكوره. عمل له حاجات حلوه جدا طبعا يعني. اللي هو ست شهور بعد ما رجع يعني له رصيد يعني كبير عنده. له سبب اساسي في فوز الاهلي وقتها دوري ابطال افريقيا. اكيد اكيد. السبب الرئيسي ان مفيش فيرو ده كابتن يعني. ما ده انا عايز اساله بقى. هل حسبه الراجل برضه ما في حسبه فنيه لازم تتحط في الحسبان؟ انت عندك وسام خارج الماتش اللي فات عنده اجهاد ومشكله شويه. كان عنده شويه. طاهر برده خارج باصابه عضليه. خد بالك طاهر كان خارج الماتش برده. طاهر بعيد باله فتره وخد ماتشين تقال ورا بعض يعني. وبذل مجهود ضخم بصراحه. ما هو ورامي ورا بعض مظبوط غير رامي خارج. بس انا بتكلم على الفراوده. هو خلاص هنقول ان هو وسام وفي ظل غضبه من كهربا بيعتمد على طاهر. وطاهر مش فيرود اصلا. وطاهر مش فيرود. طب طاهر خارج مش مظبوط ووسام برده خارج من الملعب عنده مشكله عضليه. طيب هل جزء من الصفح بقى بتاع الراجل اللي ان هو خلاص قبل الاعتذار بسرعه ان هو اتصور مع الصوره دي هل جزء منها فني انه فعلا محتاج كهربا في ماتش العين؟ هو محتاج كهربا بس ما اعتقدش ان هو يدي كهربا. انت مش متوقع يدخل المعسكر؟ لا. طب انت يا كابتن جديد؟ لا لا انا متوقع لان الاجانب يا كابتن اول ما بيعتذر اللعيب وبتاع بيطوي الصفحه ما بيفكروش بيشيلش منه. ولو ليه مصلحته ان هو يلعبه هيلعبه. السنه اللي فاتت كهربا كان بنص رجل وكان الراجل بيلعبه بيعتمد عليه عشان عارف ان هو فايق وبيجيب اجوان. انا دلوقتي ما عنديش فيرود. وبعدين الراجل لو لعب بطاهر تاني فيرود هنا في مصر ضد العين يبقى ما ينفعش. او بيرسي تاو جابه فيرود. الاهلي بقى له 4 سنين محتاج فيرود يا كابتن. في ماتش سيراميكا يعني في عز ما سيراميكا ماسكه عامله ماتش عالمي وطاهر جايب له جونين. وبعدين ما تاخدش برضه ما ينفعش يا كابتن انت عارف عمره متوقع وحصل. لا هات لي كده مره واحده. لا بس قال لك الاهلي هيكسب الزمالك 3-0 في السوبر الافريقي. ما انا بقول لك عمره متوقع حاجه وحصل. عشان كده في السوبر خلع من التوقع. لا لا جبت ورا شويه وقلت 50-50 والماتش ده مالوش حسابات. ما شوف ما حصلش. مسك من النص. ما بقى كنت داخل بصدري في ماتش الافريقي. انت تسكت خالص يا عبد الجليل ما تتوقعش. لا لا العين افتكر كلامي. لا العين فرقه تقيله وفرقه محترمه. لكن في مصر مع النادي الاهلي بعد النادي الاهلي توج بالسوبر اللي فات ده وشاف يعني هنقول شاف الهنا بعد المرار الاسبوع اللي قبليه. لا انا بقول لك الاهلي برضو هيقطع وش. ايه يا عم مرار ايه يا عم انت حسستني ان الدنيا في لا إيه؟ مش الدنيا. الدنيا اتقلبت. بطوله راحت يا عم احنا عندنا 50 انت ترد مرار انت ايه بس ردود الافعال كانت اشد بس من ما تتسماش مرار. لا يعني مرار. مرار ده انا قعدت 7-8 سنين ما بشتركش. هو اسبوع مرار 7-8 سنين بيضيع مني الدوري. بطلع من دوري المجموعات ده المرار. انما اوصل نهائي 5 مرات اخد 4 ولا 5 مالي يوم النهائي دلوقتي كان يوم الماتش بطوله خسرها الدنيا ما ده نهائي برضه اللي يحصل. ايوه ايوه بكلم على الماتش اللي فات عبدين ماتش الافريقي بيقول انه فرق مع الاهلي الفوز بده لانه لو خسر كان حصلت مشكله. احنا قلنا الكلام ده كله. طيب ما احنا بنتكلم اهو. طيب هو ده الكلام مش مرار. لا مرار اسبوع مرار كان اسبوع مرار. مدير رياضي اسمه اسبوع اعاده ايه يا كابتن الهيكله واعاده ترتيب البيت ده في اسبوع ده في ناس بتقعد سنين ترتب بيتها. ما سنين ما اللي بيشوفوه. انما في نادي كبير بيرتب في اسبوع. ايوه من الماتش يعني في اسبوع رتب البيت اهو رجع خد بطوله ودخل على البطوله اهو. لا مش قرارين ثلاثه في اسبوعين ثلاثه. احنا بقى نادي الزمالك بقى المفروض الناس تخش الجنه. ده يعني باللي بتشوفه ايه اللي دخل الزمالك دلوقتي احنا بنتكلم الاهلي والعين. ولازم الزمالك تدخله في كارت حشر.
الزمالك الله يبارك له مستواه كويس الفتره دي وداخل وسدد مع الاهلي حاجه كويسه. يعني فرحتنا بالماتش اللي فات ان الزمالك 50-50 كان في الموضوع ده بقى الماتش السوبر خلص خلاص ولا كنت مستني ما يخلص عشان اعرف اتكلم بقى ما هدش في الفرقه زي ما بيتقال زي ما بقول ان بهد في الفرقه يعني في مجلس اداره نادي الزمالك اللي هم يعني ايه بقى انا عايز اعرف دورهم ايه السنه دي وبيعملوا ايه. لعيبه بتتقطع من الاعلاميين بره وفي برامج بعض البرامج مش هنا مش عندنا ولا حاجه والنادي بيتفرج لما يعني ناس بتبقى قاصده حد بعينه فين مجلس الاداره ما بيطلعش يتكلم ليه ما بيطلعش يقفل البرامج دي ليه. مجلس الاداره في المحن بتاعه اللي حصلت لبعض اللعيبه ما شفناش حاجه ما حدش عمل حاجه. انا اعرف اللي بيجي رئيس نادي ده او اعضاء مجلس اداره جايين يفيدوا ويخدموا. رئيس نادي بيبقى جاي مثلا يا اما يدفع للنادي عشان بيحب النادي يا اما حد كان نجم كبير هيفيد النادي في حاجه. انا شايف رئيس النادي الزمالك الفتره دي او اللي موجود دلوقتي انا مش شايف اي حاجه خالص. شايف حد جه قاعد على كرسي وخلاص. ايه بقى عمل ايه قدم ايه مفيش. اعضاء مجلس الاداره نفس القصه بس في بطولتين كونفدراليه. خد بالك بشير صح زي ما الاستاذ محمد بقول لك على التركه كانت كبيره قوي. بشير ما تظلمش الناس يا عبد الجليل. اداريات بايظه خالص بيلموا البيت. لا 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 الناس دي داخله وعارفه هي داخله على ايه. طب ما بيحاولوا يا بشير. لا لا ما شفتش محاولات. ما بطولتين ما جاب بطولتين يا بشير دي قليله. بطولتين ايه؟ الكونفدراليه والسوبر. احنا انت كده بتضل الزمالك بتضل الناس بتضلهم. الكونفدراليه ايه؟ ما الناس شايفه نادي الزمالك لعب ازاي وخدوا الكونفدراليه ازاي والسوبر خدوا ازاي؟ النادي الاهلي ما جابش كوره في الكونفدراليه يقول لك واحنا ما كسبناهوش. طب ده ذنب مش الزمالك ولا ذنب مجلس الاداره يا كابتن؟ لا ازاي؟ الله ازاي؟ يعني الزمالك كسب الاهلي في السوبر انت فاهم؟ الاهلي ايوه الاهلي اللي خسر الزمالك ما كسبش يا حبيبي. لا الزمالك يعني الماتش اللي فات الاهلي كان كويس بس الزمالك كان كويس. لا الزمالك يعني مش وحش. الاهلي كان كويس برضو الماتش اللي فات احسن من اللي قبليه بس الزمالك مش ماسك. دي حقيقه مش زي زمان 2 و3 و4 في ربع ساعه. لا دلوقتي انت بص في ماتشات انت بتهزر صح؟ لا والله اكيد بتهزر يعني. لا انت مش فاكر ماتش 5-3 ومش عارف كان الاهلي ساعات بيجيب 3 اجوان في اول تلت ساعه واربع انت مش فاكر ايه اللي بيحصل. اللي بيحصل كده ايه اللي بيحصل؟ الزمالك بيطلع خسران كان بيبقى منهار. دلوقتي الزمالك متماسك لاخر دقيقه يا اخي بيلعب ماتشين. انت ماسك عشان الاهلي مش موجود. الاهلي مش موجود. الاهلي مش كويس. الاهلي لو كويس مش هيبقى كده خالص. وبعدين احنا بنقول الزمالك كويس عشان باصين مثلا ايه الاهلي عنده الامكانيات. الاهلي بيجيب اللعيبه اللي هو عايزها. نادي الزمالك عنده مشاكل كتير على طول دايما مش عارف مثلا إيه عنده ما عندوش فلوس ان هو يجيب لعيبه فدايما سبورت للفرقه نقول ماشي 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 ده عمل مفيش حاجه. لكن على الورق مفيش ما شفتش حاجه. انا ايه الجديد قول لي كده ايه الجديد. ده الراجل بتفنن يعني. هقول لك حاجه انا لو لعبت ناصر ماهر الماتش اللي فات في المركز بتاعه الطبيعي اعتقد ان احنا كنا ممكن نركب الماتش ولا حاجه. انا ليه بقى بطرف ناصر ماهر لازم احط التاتش بتاعي ليه؟ ما انا ايوه ما هو انا بيني وبينك جوميز ما عندوش الدكه بتاعت الاهلي. دكه ايه؟ انا بتكلم على لعيب بيلعب معاه في الحته دي ومكسر الدنيا واحسن لعيب في مصر حاليا. ما هو اللي بالوينج ما في ما 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 لازم يعني مش عايز يعني محبوس. ما ايه؟ ما ايه محبوس يا جدع انت هنعمل ايه؟ ده جاب يعني زياد كمان. طب هيعمل ايه؟ انا مش بلوم على زياد يعني. انا بجيب واحد جايبه اعاره بدفع عليه فلوس هم قعدوا طول السنه ما بيلعبوش حتى الماتشات الصغيره عشان اشوفه. ايوه ما دونجا زي ده احطه في حد ايه؟ دونجا احسن منه. هيلعب على دونجا زياد؟ لا طيب هو لما دونجا قعد انا ماله امال دونجا محمد شحاته اللي يلعب. انا بتكلم على ناصر ماهر. انا طرفت ناصر ماهر ليه؟ ما فيش وينج ليفت عندك يا كابتن. مين؟ عنده مش لاك يا كابتن. مش لاك يا كابتن. مش لاك يا كابتن. ما نضحكش على بعض يا كابتن. مش لاك بقاله ماتشين. انا اقسم بالله قعدت 25 دقيقه 30 وفوجئت ان مش لاك لعب يا كابتن. ليه ما انت كنت يا شباب ما انت كنت لسه في الحلقه اللي فاتت قلت ليه مش لاك ما يشوطش في ضربه الجزاء بتاع شيكابالا. ما انت لسه بتقول ضربات جزاء ايه؟ ضربات جزاء ايه يا ابني اللي بتتكلم فيها؟ انا بكلمك في كوره. ما هو دي مش كوره. مش لاك ده قال لك بينزل ويعدي ويروح ما عداش ولا مره. مين اللي قال بينزل ويعدي؟ مين اللي قال بينزل ويعدي؟ لا مش ده. دي الاخصائيه اللي جايه بيه بتاعته الخصوصيه بتاعته ان هو بيقول لك سريع جدا وعاهد جامد. انا بتكلم ان الراجل ده ناصر ماهر مكسر الدنيا في الحته دي وراح منتخب مصر وماشي كويس فيه كمان في الحته دي ومصر كلها بتتكلم عليه دلوقتي. تقول لك ازاي النادي الاهلي مشى الراجل ده او سابه؟ يعني الراجل يعني مستقيم. بس هو الزمالك ظبط شويه نص الملعب لما رجع ناصر ماهر اهو ونازل مش لك اهو وينج لما طلع زياد كمان. طب اهو يعني كلام مظبوط. طلع زياد ودخل شحاته في نص الملعب. بصراحه الفرقه نص الملعب عشان ده الطبيعي ده الوضع. ناصر وعبد الله في نص الملعب يدخلوا اي حد. هو خلص ما عندوش وينج. هو خلص على عبد الله كمان لما كان بيطرف ناصر ماهر. انا هو مش واثق في مش لك ده 4-3-3 فجاه كده فجاه حلم ان هو يغير طريقه اللعب في
ماتش ماتش زي ده ازاي؟ عايز افهم برضو على اي اساس؟ هو انت بتلعب مثلا معلش فرقه سابع دوري ولا ثامن دوري؟ لا انت بتلعب فرقه جايه لك وانت عارف ان هي ناويه لو طلعت تقطع وشك تاكلك بسنانها هتعمل كده. تقوم عامل الفكشه دي كلها. انت المدرب بيألف ساعات وبتمشي معاه، يعني كولر تأليف الطاهر. مفيش تأليف قدام الاهلي. جاب جونين. ايه؟ كولر يألف زي ما هو عارف عنده الفرايتي اللي بره ده يقدر يعمل حاجات كتير في الملعب. عنده بدائل يعني. عنده دكه جامده. طب بتالف ليه من الاول؟ بس ربنا اداك. الراجل كان طمعان ان ناصر يسحبه من ناحيه الشمال او ان زياد يقفل في نص الملعب فجاه كده. ما هو انت دونجا مش موجود، هيقفل نص الملعب ازاي؟ طلع ناصر ليه؟ طيب الوينج ليفت مش أخرج موجود. اخرج ناصر ليه؟ اخرج ناصر ليه من مكانه اللي بيكسبني فيه، اللي ماشي فيه كويس، بيعمل اجوال وبيشوط على الجول واحيانا بينزل يدافع. لما ردوا الفرقه فائت بالظبط، لما رجع حتى مكانه حتى ومش بيهدف فيه. عبد الله بدا يظهر وبدا يظهر. لا اول 40 دقيقه لغايه ما غير زياد كمال الاهلي ده انفرادين. طيب وكورتين في وهو مش موجود في الحته بتاعته. هو مش موجود. طيب بصراحه ظبط نص الملعب شويه لما عشان حتته. طب 4-3-3 دي بقى نقول عليه ايه؟ نقول فيه لعيبه مثلا موقوفه ولا حاجه كمان جديده؟ دي برضو اول مره نشوفها ان هو يعمل حاجه زي كده، ما شفناهاش من زمان يعني. طب مره واحده كده، ما دي علامه استفهام برضو كبيره يعني. في ايه؟ انت مش مقتنع لغايه دلوقتي بجوميز؟ لا طبعا. ما هو وريني كده عمل حتى ايه؟ حتى ما كسب السوبر، حتى بعد الكونفدراليه، حتى ما يعني ما الناس كلها عارف. لو انا لو خسرت السوبر من الاهلي واللعيبه شايف اداء كويس ويعني حاجه حلوه وخسرت في الملعب مش بدينات حتى، هقول له برافو. انا ما ايه ده؟ لا انا ما شفتش. المدرب الاجنبي جاي بشير عشان يصنع له الفارق. طب ايه بشير؟ حط نفسك انت بتروح ومعاك القماشه دي وهتعمل ايه؟ احنا بقى لنا دلوقتي تاني سنه نقول نفس الكلام. ما هو مفيش حد. ما هو بتغير اهو. طب ما انت ماشي كويس بالقماشه يا سيدي، بتغيرها ليه؟ بتلعب بيها ليه؟ ما اتنين وقعوا منه، دونجا ومصطفى شلبي. أيوة. هما دول قليلين، الاتنين وقعوا منه. هو اصلا خد بالك ماتش السوبر الافريقي لو تفتكر كلنا قلنا الزمالك لازم يقابل الاهلي من نص الملعب مش حتى في نص الملعب. بالظبط. الوحيد اللي قال لا ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا. مع دونجا كان بيشير لو تفتكر، وعملوا نص الملعب بتاعهم ودغدغوا الاهلي بس خلاص. عايز ايه تاني؟ افضل وكسبوا الماتش ماتش السوبر الافريقي. هو قصده بشير طالما انت لعبت واصريت والنتيجه والشكل ده جاب نتيجه، ليه بتغيره؟ هو قصده كده. انت بتكسب بيه اهو. بس برضه انت عندك حاجه، انت برضه لما يغيب عنك دونجا، ودونجا هو ليه نص الملعب. انا قلت فرق معانا دونجا، هو ليه نص الملعب قوي لان دونجا شايل. طبعا مع الثلاثه بيدي اريحيه لعبد الله ونص. حلو قوي. ده انت غيرت كده اتنين لعيبه. ما هو لما بتشيل دونجا بقى، هو راجل فكر هل زياد لوحده يقدر يعوض دونجا او شحاته لوحده يعوض دونجا؟ ده الراجل فكر كده. كده حطهم سوا. لحظه يا ريس، يعني جبت زياد من الثلاجه وانا كنت مثلا شفت زياد فين ولا لعبته فين الفتره اللي فاتت؟ والله لعيب كويس يا ابني. ماشي. انا مش بلوم على زياد، انا بلوم على الراجل. زياد بعيد بقاله فتره. ماتش اهلي ده حرق وكده. انت تعرف ان مصطفى شلبي بسوء اداؤه ده بس في الحته الليفت بيقف عشان الكوره بتبقى محطه يعني عنده بيقدر يقف عليها يعني يحضر. بيعمل يعطل شغل مع بنتايك فرق برضه يعني. شوف مصطفى شلبي مستواه مش كده. انا اللي زعلان عليه ختم الموسم كويس مصطفى جدا جدا. انا اللي زعلان عليه زيزو. زيزو بيلعب 150% إيه؟ ايوه اعلى من مستوى وتحس ان يعني ايوه ما فيش كبير قوي. ما فيش لعيب هيلاعب فرقه لوحده وعامل ده. كان بيجري جري الماتش بتاعت يا شبانه زيزو من 18 ل 18 وكان احسن لعيب في الملعب. طبعا احسن لعيب للناس اللي بتعرف تبص يا شبانه، مش الناس اللي فاكره ان هو ينزل يجيب لهم جولين. لوحده مش هيقدر. زيزو كان متالق وكان دوره باين لما كان في بن شرقي وساسي وطارق حامد. طبعا مش لعيب لوحده يا جدعان، بيلعب لوحده. فكان بيبان الاوفر اللي بيعمله كان بيترجم. النهارده زيزو يا كابتن بيقعد يجري، المفروض ان هم اللي بيدوا له الكره في رجله، هو ما حدش بيديها له. بينزل ياخدها من تحت، ياخدها من تحت وبعدين يجري يديها للجزيري. طيب. وانا مصمم يا كابتن على الجزيري ان الزمالك يا جماعه معقول افريقيا دي كلها والوطن ما فيهوش فيرويد؟ الله. الجزيري بقى له 13 سنه في مصر يا كابتن. انت بترد على كلامه. الجزيري بقى له سنتين مؤثر ازاي؟ عمر فرج و ويوسف ايمن ودارين. أيوة ولا داري معلش كابتن ايمن ده في في الاهلي مش في الاهلي وداري في الاهلي وجزي يا جماعه مش عاجبينك يوسف ايمن؟ ما هما مش شايفين يعني. يوسف ايمن نزل ما حسيتش لعبت ايه يعني يا جماعه. طب يوسف ايمن لما نزل انت لا برضه مش الزمالك مش خالص مش ذنبه يوسف ايمن برضه. هجي يا جدعان لعيب بالضم نور احطه ازاي برضه يا كابتن بشير؟ انت لعيب كوره بشير. ماتشات قال ازاي لا اهلي ولا زمان خلاص اللعيبه دي يا كابتن. ده بالنسبه لنا صغير، احنا اتعودنا نقول كده عشان ما لعبش يعني. شوف كده السكاوتنج عليه كم ماتش كده السنه دي. بس كمان مركز صعب عايز حساسيه مش اي حد. هو ماتش اهلي وزمالك هيبقى مخضوض.
نادي الاهلي نادي الزمالك بقى او مجلس الاداره فين بقى دوره ان هو يجيب حد مع عزيزه؟ يوسف ايمن كان كويس. انت ازاي مين؟ يوسف ايمن كان كويس. ما كانش كويس كابتن الزمالك راح خالص. كويس ده كابتن لما يطلع واحد يقطع واحد ضد واحد ما جاتش حاجه قوي. وبعدين طب ما هو يبقى كويس لو مفيش حاجه راحت. ما هو واقف مفيش حاجه راحت. لا 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 كابتن بيبان يعني. بص عطيه الله في اوقات بيبقى واقف وفي اوقات بيطلع يعني بيبان ان ده لعيب كوره. هو جاي له حاجه اختبر فيها التاني ما جالوش حاجه اختبر فيها واقف. يعني مش هقدر اقول وحش ولا هقدر اقول لك سوبر. ما زادش في كوره واحده. 10 داري ما شفناهوش. ما شفناهوش حتى عمر فرج في الزمالك ما شفناهوش. ولا ما اقدرش احكم عليه يا ريس. عمر فرج ده جايبينه فاكرين مثلا هيبقى ايه نسخه من الراجل بتاع اسامه ابو علي بالظبط كده. مستحيل يعني. ده فلته ان في لعيب هو ما طلعش فلسطيني. طلع اصلا الجنسيه فلسطيني لكن هو بره يعني مش منتخب مش عايش في فلسطين وبيلعب منتخب فلسطيني. ده اللي هو مين؟ اللي هو الراجل بتاع عمر فرج ولا وسام؟ وسام يعني مش هو دخل منتخب فلسطين لما الاهلي عمل له بس. برافو عليك. هم فاكرين بقى ايه ده استنساخ ده فلسطيني ده كويس يبقى احنا نجيب عمر فرج ده بقى ايه هيبقى زي. مستحيل. طب مستحيل مستحيل. معلش مفيش اي لعيب يعني باستثناء المغاربه او التوانسه شويه ينجحوا في الدوري المصري باستثناء يعني قله قليله منهم اللي هم المميزين قوي. لا الدوري المصري ده عايز لعيبه نوعيه ثانيه خالص. لو الافارقه ماشي لو جبت لعيبه من اوروبا من امريكا الجنوبيه الشماليه ماشي. هو الاهلي والزمالك بيسترخصوا طبعا استاذ محمد. هو الاهلي والزمالك بيسترخصوا؟ لا الزمالك مسترخص ولا بيضحك عليهم ولا بيكسلوا يروحوا يدوروا؟ هو الزمالك السنه دي بيحاول يعني تلاقي معظم صفقاته اعارات يا بدون فلوس كتير. اعارات يعني لا, لا 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 بدون فلوس كتير ايه ده الاعارات دي اصلا خارب بيت الزمالك. ده زي ما يكون مثلا في قصه كده ازاي يعني ده اللعيب بيجي يلعب يكسب ماتش ياخد بطوله النادي تلاقيه 100,000 دولار 200,000 دولار وهو اصلا جايبه كام ولا دافع كام. طب ازاي برضو مش فاهم يعني ده في حاجه كده غريبه. بتتكلم على زياد كمال. زياد كمال يا نهار اسود. ده زياد كمال ده الفرخه اللي بتبيض ذهب لانبي. مفيش كده. ادي عليها علامه استفهام يا كابتن وما بيلعبش يعني عليها علامه استفهام. طب انا جايبه ليه؟ جايبه عار عشان ايه؟ عشان يقعد بره؟ طب خلينا احنا يعني احنا بقالنا يومين ثلاثه بنتكلم في الفنيات بتاعه الماتش. طب لكن النهارده في قرارات بتاعه الاتحاد الافريقي رايك فيها ايه؟ رايي فيها برضه نفس الكلام. 300,000 دولار نتيجه اللي هو اشاره الانسحاب هتقول لنا يا جماعه بتاعه الزمالك في ماتش السوبر الافريقي لو انت فاكر. خدت لها دقيقتين ثلاثه في الملعب ولا اربع دقائق. حد حس بيها في الملعب ولا حد خد باله خالص؟ يعني حاجه بسيطه عدت علينا ما افتكرناش غير ايه؟ لما العقوبات اتحطت. مجلس اداره نادي الزمالك لو مجلس قوي ما كانش حصل كده. لو الناس دي ليها كلمه ليها واسمع بس يا عبد الجليل انا بقول لك اهو دي قرارات اتحاد افريقي الناس بقول لك هم لو بيحترموا مجلس اداره نادي الزمالك مش هيحصل كده. اصل الخطا مش على قد العقوبه ولا الحدث. لا ازاي الرولز رولز كتير. لا رولز رولز بس مش كده. انسحب من الملعب دي انسحب. ايه هو انسحب؟ يعني انت بتحاسبني على نيتي بس. ايه بس حتى لو كان بس يا كابتن ما هو الكتب الحكم كتب بس كتب ايه؟ 300,000 كتب ان هم طلعوا لبره وبعدين رجعوا تاني. طب الحكم ما لغاش الماتش ليه؟ حتى لو كده يا كابتن بس 300,000 دولار من 500. خد بالك ده الجايزه 500 بالظبط مش 2 مليون دولار. الجايزه انت بتاخد 500 ده انت عامل بس عقوبه فوق نص الجايزه. ده ايه كمان؟ والايقافات تقول 50,000 دولار والايقافات يا شبانه. حتى لو مين لكن 300,000 دولار. لا احنا اللي مش واخدينها. الايقافات برضه مش هعلق عليها لانه ربما الحركه اللي عملها بتاعت ماشي يعني يعني الايقافات ب 300,000 دولار يبقى ما خدش كاس احسن شرط كاس. ايوه 20,000 دولار الايقافات يعني شيكابالا ثلاث ماتشات و10,000 دولار. ما هو ثلاث ماتشات اهو ولا 10 كمان اهو ومنسي ثلاث ماتشات و10,000 دولار. ده 20,000 دولار كمان. 300,000 دولار. 300 كتير. احنا مش واخدين على العقوبات. مش موجود في اللائحه 300. اتفضل استنساخ. لا هي اللائحه بتقول ان من حق اللجنه الانضباطيه تقدر تاخد اي قرار اذا ما كانش الواقع موجوده في اللوائح. فهو هو لازم نلوم مجلس اداره الزمالك برضو. طيب. انه عمل تصرف غلط يعني كلمه تسحب الفرقه وبتاع وماشي بس ما سحبش يا كابتن ما سحبش يا ريس مش صح. ماشي انا معاك بس برضو يبقى العقوبه على قد يعني كتير. 300,000 دولار يا كابتن. ده اتحاد العاصمه مثلا انسحب من قدام ما لعبش الماتش. طيب ايه اللي حصل؟ فاكر ماتش نهضه بركان بسبب الازمه شرتات. بتاعت التيشيرتات فاكر انت القصه؟ ايه اللي حصل يا ريس؟ والخريطه بس خسروهم الماتش. ما خسروهم هو انسحب ما لعبش ما لعبش ما نزلش. 300,000 دولار ما خلاص هو اعتبر ان هو خسره دي العقوبه بتاعته. ما نزلش عقوبه ايه؟ بس في نقطه كابتن احنا لازم احنا مش مختلفين على العقوبه. الزمالك يتعاقب
زي التنظيم بتاعكم في الدوري. انت قصدك على كتير يعني يا كابتن؟ كتير قوي مش كتير. ما هو كابتن بقى احنا نمسك نفسينا شويه، احنا مش متعودين ان احنا نتعاقب. لا نغفل برضو يا كابتن ان لازم يبقى في انضباط يعني. طبعا تعالى بقى الثلاث عقوبات بتاع الزمالك اخر ست اشهر لو بص اتفرج عشان تشوف برضو ان في جزء انضباطي لازم الزمالك برضو. تمام. يعني مثلا لما كهربا عمل ايه الاهلي خد قرار، لما الدنيا ظبطت قال لك خلاص المليون يبقوا نص مليون ويرجع يلعب بس العقوبة. بس خد قرار فاول طبعا. القرار ده يعمل ايه لو حد تاني بيفكر في بالظبط؟ هيبص هشوف المثل حلو. لو الزمالك لما انسحب ثلاث اربع مرات وكانت اتاخد واحده جامده. تعالى بس حاجه عبد الجليل اخر ست شهور حاجه اسمها حاجه الانسحاب هو انسحاب. انسحاب هنا في مصر عبد الجليل الدوري المصري ثاني دوري افريقيا ده انسحاب وده انسحاب برضه عشان يدينا ربما يدينا علامه. يعني الزمالك اتعاقب ثلاث عقوبات ماليه في اخر ست شهور، 200 الف دولار فاينل الكونفدراليه بتاع التنظيم فاكر لما متسلم مش عارف يدخل في الارض ومش عارف يخش مظبوط واتخبطوا واتضربوا وبتاع. فالزمالك 200 الف دولار، طب هذا الاجراء تنظيمي تمام. فلو انا منضبط في تنظيمي يعني التنظيم يعني ايه يا كابتن شير؟ تعالى يا شركه اكس استلم الماتش اهو خلاص وراح دماغي. انا راجل باخد في الفاينل ده لو كسبت 2 مليون دولار، لو الشركه دي خدت 100 الف دولار نظير التنظيم خلاص. فانت نظمت مش كويس النتيجه عقوب 200 الف دولار وانطباع سيء عليك بس. يعني بيتاخد عليك انطباع مش في مش مصداقيه. لو طلبت تنظم حاجه نظم فاينل والترجي نظم فاينل اتعلم عليك والاهلي نظم وناس كتير بتنظم فاينل عادي. لا الاهلي نظم بعديها على طول ويعني اداهم درس. ما هو ليه؟ الاهلي ما بيفتيش اداهم درس ما تفتيش بالظبط. انت بتجيب كذا انا عندي 10 دعوات هيدخل كابتن عبد الجليل كابتن بشير التبعي كابتن فلان مش فهلاوه هي مش فهلاوه كل واحد بيشتغل الدور بتاعه صح كده؟ الحاجه الثانيه العقوبه الثانيه بتاعه اللي النهارده قلنا امبارح بتاعه تعديل افريقيا الكارثه نتيجه ايه؟ اطلع اعمل سوي بتاع وقت البنالتي اتحسب لاكرم توفيق والواد برضو اللي عمل الحركه بتاعته دي لو في يعني انضباط قوي محدش هيعمل كده ما يقدرش يعمل كده لو في عقوبات دائمه في الموقف الزي ده. ايوه. الحاجه الثالثه الموقف بتاع دونجا ومصطفى شلبي في الملعب كلنا نفسنا يعني ربنا يفك الازمه دي على خير وان شاء الله تفك على خير باذن الله يعني في قوانين ونظم هم متعودين هنا في مصر على كده بيجروا ورا الصحفيين ويجروا ورا الجماهير وبيتعدي. الزمالك دفع 600 الف بس الزمالك ما دفعش مجلس ابو ظبي اللي دفع للزمالك عشان يعني كلمه الانسحاب والتهديد بالانسحاب 600 الف درهم يعني حوالي 13 مليون جنيه. انا النائب حسام المندوه قال لي احنا دافعين 600 الف درهم. لا مجلس ابو ظبي مجلس ابو ظبي انا بقول لك من لسان انا من لسان امين الصندوق انا وانا هناك بين الشوطين وقفت مع حسام المندوه ربع 10 دقايق اللي هو بين الشوطين قال لي كده نصا احنا دافعين 600 الف درهم والله. طيب خلاص ربما يكون مجلس ابو ظبي دفع جزء هو اللي دفع الفلوس كلها وات ايفر يعني في الاخر الدفع كام؟ طبعا المبلغ ده دفع كام؟ 600 الف درهم. لا قولوا بالمصري بالمصري يعني حوالي بتاع 13 جنيه في 600 انت بتتكلم حوالي 8 9 مليون جنيه 10 مليون, مليون جنيه, جنيه. أه. وادي 200 الف دولار في الكونفدراليه ب 10 مليون تقريبا ادي 20 و 300 الف دولار ومنهم 100 ايقاف تنفيذ و 200 بتاع الاتحاد الافريقي ادي 30 بتاع 30 35 مليون جنيه زائد كلها الاخطاء يا كابتن. لا زائد المشكله الكبيره اللي هناك دي غير مشكله يعني كلها اخطاء انضباطيه عدم التزام. ما هو لو اللعيب عارف انه ما ينفعش ينط والماتش شغال وعارف ان لو عمل كده هيتعاقب لو اللعيب عارف ما هو بتعدي هنا يا كابتن. ما هو يا كابتن ده غلط غلط طبعا. ليه ما فيش حد بيقول كده؟ ليه ما فيش حد مسؤول بيبلغ كده؟ يا زي ما بنقول فعلا الرقم مجحف كبير قوي بصراحه يعني خلينا نقول الحق يقال نادي الزمالك برده من الانديه المهمه في افريقيا 300000 دولار ده رقم كبير جدا أوي. بامانه يعني لكن برضه في نفس الوقت لازم نلوم الاداره غلطانين طبعا. لا في خطا في يعني خطا يعني خد بالك تكير والجمهور اصل هو اللي بيدفع الثمن الجمهور بيقعد بيتحرق انت بتحرق تمام تمام. وهي الناس اللي عملت الاخطاء دي ده الجمهور بيتعامل مع الفلوس اللي بتتخصم من الزمالك دي كانك بتاكل من قوته. جمهور الزمالك بيتجهز لها فلوسه ما احنا بنشتكي لما يجي يجيب لعيب مفيش فلوس مفيش فلوس مفيش فلوس وانت بتفرط في الفلوس بسهوله بالظبط. وعلى فكره اللعيبه برضه لو عارفه اللي هي بتعمله ده العواقب بتاعته مش هتعمله بس لازم في حد ينوه حد يقول حد ينوه ايه حد يقول له ما تدي هنا ضربه جامده. لا الضربه هنا هنا ما حدش يا كابتن انت ياما شفت مدربين كله يا كابتن يعني لو احنا بتطبق صح ولا يمكن طب اشمعنى اشمعنى النادي الاهلي طيب اشمعنى لعيبه النادي الاهلي انت مش كده عشان في حد يا جماعه ليك واحد اتنين تلاته وعليك واحد اتنين تلاته فخلاص ده عارف
ليه ما حدش مهما كان اسمه بتعاقب ايه مهما كان اسمه طبعا الاهلي بيعاقبه ماشي بس بيبلغ بيحذره في كذا كذا ما تعملش في كذا كذا يتعمل له. ليه نادي الزمالك ما حدش يقول لهم كده ده عمل ايه انضباط الاهلي بالظبط ما هو لازم حد بقى يبلغ حاجه زي كده قبليه لازم اداره الزمالك تكون في الحاجات دي بعيد عن اسم اللعيب صح ولا غلط هي مش عارفه هي مش هم مش عارفين مش فاهمين لو فاهمين هيبلغوا بص يا كابتن ايام المستشار مرتضى كان اللي بيعمل كده كان بس هو كان بيعملها اوفر جامد قوي بس كان في شويه انا متذكر مدحت عبد الهادي في ماتش كان في المغرب كان ماتش ما ضرب واحد مشاه ده ماتش بتاع كور زي عامل بتاع ده الاداره وقتها عملت ايه مشيت مدحت عبد الهادي بص يا كابتن ده من هناك تختلف مع الراجل او تتفق الراجل كان اللي بيغلط بيفرمه انا دلوقتي بشوف ناس بتغلط ما جيش بعد الغلط بقى عبد الهادي بنمنع الغلط قبل ما يتعمل انت بتلعب في بلد تاني ولا قوانينها لازم تحترمها بالظبط بيتنبه اذا اللي بيجي يلعب عندي لازم احترم قوانين صح ولا غلط صح فلازم انت ما تهزرش في الحاجات دي يعني انت انا بتيجي في استاد القاهره عايز تنط وبتنط ومحدش عاقبك ماشي لكن هناك مفيش هزار وخد بالك هو بيعملوش ده معاك انت بس لا 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 ولا لعيب اماراتي يقدر يعمل مش في رولز يا ريس ده في لعيبه اجانب بتترحل من الملعب على المطار يا كابتن بتويته برافو عليك بس بيترحل بس برضه العقوبه مش على قد الحدث ميدو كان بيمرن الوحده لا 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 ده كتب تويته لا لا ده كان الراجل يعني يشكر خرجه بسرعه قال له اطلع بسرعه لحقه ده كتب تويته ميدو بس لا مش تويته ده رد على حد ايوه ماشي على السوشيال يعني ولا الاكونت بتاعي مش مسروق على الاكونت مسروق ماشي على السوشيال قال له اطلع ما هزروش ليه قوانينهم كده ماشي احنا لازم نحترم احنا لازم نحترم النظام يا كابتن يعني وانا هناك حتى وانا في الشارع رايحين للاستاد متاخرين معايا ولد كده شاب جميل اسمه عبد الله كان بيسوق العربيه يا عبد الله انجز الساعه 9 الا ربع طبعا طبعا عبد الله بيتعامل ايه اللي انا هوصل 9 الا دقيقه الدقيقه دي هبقى في الكرسي بتاعي معلش يا يعني عبد الله فاهم جدا عارف ان انا ايه كابتن في اقوى من كابتن حسن شحاته استنى بس دي هو عبد الله بيقول ما تقلقش احنا هنوصل يعني انا طبعا بتعامل ان انا هاخد ربع ساعه لما ادخل ونص ساعه لما اطلع ما خدناش دقيقه جوه الاستاد وبقيت قاعد على الكرسي بتاعي عشان ماشي قبلها مفيش هزار كل حاجه محسوبه بس ايه احنا متاخرين فاقول له عبد الله طب اخرج من الطابور العربيات ايوه انسى انت عارف احنا كل في زحمه تقوم تاخد شمال غرزه وتلف على الناس كلها تتعدي وبعدين تيجي عند الفتحه وتقوم حاشر نفسك تدخل قبليه وترفع ايدك للي جاي وراك وخلاص صدق بالله عبد الله بص لي بصه ده طبعا كان ضربته بالنار بص لي كده سامع كلام غريب لا اللي هو بيقول لي انت سامع كلام غريب انت بتقول ايه كابتن كلام غريب اقول له عبد الله طب انزل اسوق انا بتاع هزار بقى شكلي بقى وحش كابتن من كام سنه كده فاقصد ايه انا اسف لقطعك اتفضل اقصد انهم عندهم هناك نظام حلو وقوانين يا كابتن هم نفسهم ما يقدروش يكسروها بالظبط يعني هم مفيش حد كبير عليهم ما يقدروش يكسروها احنا بقى ما نروحش هناك كابتن حسن شحاته كان في كان بيزور هناك وكان معاه محمد ابراهيم اللي هو محمد ابراهيم البليارد رئيس البليارد لا كابتن راجل محترم وكان هو ساوي كابتن حسن قاعد جنبه ودخلوا شارع غلط الامارات عكس محمد ابراهيم اللي ساكت محمد ابراهيم اوكي فالظابط جه واتصوروا مع الكابتن حسن وقعدوا يهزروا معاه ومخالفه برضه طب الكابتن حسن قال لك بس اتصوروا طبعا خلصت وقعدنا وبعدين لقى بيأيد وبتاع والرخص وبتاع اتفضل وضحكه ظريفه مش مفيش هزار ده واحد وهو رايح معاهم رايح هو مدير الكوره طبعا عشان يحل المشكله فجابوا له قهوه وقاعدينه بره وبتاع وشويه بينادوا عليه فواحد قال له خلاص كده الموضوع خلص فانا ادخل بقى اسلم على الراجل قال له يا كابتن انت هتقعد معانا شويه تعالى يعني يشوف كاميرات الكاميرات انت متخيل الطريقه حتى لما بيجي خلفك يعني ولا يعمل لك مشكله يعني بيقول لك ده بعد اذن حضرتك ويعني لا وكابتن احمد سليمان قال احسن معامله والناس هناك طبيعي والتليفون طبيعي كده كابتن الغلط غلط والصح صح بس كان لازم بس انا عندي تفاصيل كان ممكن الموضوع ده يخلص في نص ساعه مظبوط حصل بس انا مش هتكلم لا اتقالت يا ريس هنا اتقالت هنا يا ريس كل انت هناك حضرتك مش كنت شايف الاعلام هنا بيقول ايه يعني اتقالت ان في المعامله مع الناس في الاول ما كانتش لا ده كان في تفاصيل يعني الموضوع يخلص في نص ساعه بس ما كانش في كياسه من الاداره معلش لكن في الاخر موقف ده هو انا عايز نوصل في الاخر ايه من الحلواليت دي كلها ان الانضباط يا كابتن اساس طبعا لعيب الكوره يا كابتن هو ملعب يا كابتن ريال مدريد غصان على ارضه ده ريال مدريد اللي هو يعني عم اللعبه عم اللعب بالظبط زي ما بيقولوا على رايك
خسران امبارح على ارضه 4 من الغريم برشلونه في الشوط الثاني. شفت واحد عمل خرج عن النص اي حاجه حتى لو بشفايفه يقدر ثقافه. ايه يا كابتن الثقافه دي؟ لا هي ضعف انشيلوتي نطق مؤتمر الصحفي اتنرفز. شفت مثلا لعيب، شفت الجمهور حتى كان بيزوم الناس عماله الحكم. اصل احنا كنا رافضين الحكم ده ورافضين الحكم. حد قال كده؟ اعتراض على الحكم واعتراض. خسروا 4 يا كابتن الشوط الثاني. لا ده الماتش ده مش فيه لوائح كابتن، كان زمان ليه ما يتقالش قبل الماتش يا جماعه النظام هنا 1 2 3 4 5 خلي بالكم هيحصل ايه؟ ما لما انطبق النظام هنا مالكش دعوه بينا يا بنات، انا في هناك دلوقتي، انا في هناك يا ابني اتعود عليه هنا عشان بس ده جزء برضه. انا اتعود عليه هنا يعني اطلع عليه الادب هنا واطلع هنا حتى خلاص. انا هناك دلوقتي يا ريس كابتن، ده في قرارات في لجنه الانضباط بقى لها 100 سنه لغايه دلوقتي ما طلعتش. سيبك بقى ان هي ايه، ما انت شايف الفيدباك عامل ازاي علينا. ما ده احنا عندنا قرارات في لجنه الانضباط بتاعتنا بلا شهور ولا فيها بقى اهلي وزمالك وبيراميدز ولا حاجه بتطلع. عارف لو تطلع يقول بشير ما فيش مشكله، بس بتطلع قرارات ما فيش مستحيل. فانت برضه احنا هنطلع بره هنبقى مفلتين. ماشي انا هنا مفلت بره خلاص. اللي هنا ده خلاص احنا عندنا امل برضه. انا كابتن لازم اصلح من نفسي هنا عشان اتعود من هنا. مفيش تجاوز. انا دخلت يا كابتن معروفه، انا ماشي في الشارع يا كابتن من الاوتيل للشارع 10 دقايق بس، كان في عشان في زحمه شباب العربيات رايحين الماتش فتاخرنا شويه. مفيش عربيه خارج النظام. ليه؟ مفيش هزار ليكوا عليك مظبوط. بنقول لهم عبد الله ما خدش باله دخل الباب، قالوا لا الباب اللي بعديه روح الباب اللي بعديه ما ينزلش. هو الواد ما ايه كابتن انا بتضايق من الكلام ده. ما قالوش ايه ده انا كارنيه اهو، ده انا فلان، ده انا معايا فلان. مش من يوم وليله ده اساس. ما هو انا اقصد ايه، مفيش جمهور واحد بيخرج على النظام، هم عارفين واحنا قاعدين. مفيش هزار يا كابتن طبعا. فاقصد احنا منظومة بتاعتنا لازم تبقى كده، ولازم ناخد الموضوع مش في يوم وليله بروح ان دي كوره برضه. مش في يوم وليله ولا يعني ولا اللي كسب معناه انه علم على اللي خسر. احنا بناخد ماتش خلص خلاص، كل بنخش على السوشيال كيد وضرب وخبط وما بنبصش على المشكله نفسها. ما كابتن هي كوره في الاخر، لازم حد يكسب وحد يخسر. كام لعيب في الست شهور اللي فاتوا يا كابتن؟ معلش يعني مشاكل وقسام وخناقات. لا احنا هنا بقالنا قد ايه بنتكلم في المشاكل؟ تعالى نقول كام لعيب بقالنا قد ايه؟ اديني كام لعيب. حسين الشحات والشيبي راحت المحكمه، دي راحت قصه كبيره بقى دي. احمد فتوح راحت المحكمه، امام عاشور والمول راحت المحكمه، ادي دونجا ومصطفى شلبي وابو حد السيد راحت المحكمه. ست سبع لعيبه في خلال ده كمان اللي ايه اللي اتحط في الميديا. ولاعيبه فين؟ في التوب يعني. لعيبه بتلعب في الفرق الكبيره، مش لعيبه يعني نجوم سوبر ستارز. لا في انديه كبيره مش في انديه تحت يعني. نقول ايه لعيبه كبيره احنا بنتكلم في فتوح وامام عاشور وشحات ودونجا ودي نجوم، صح ولا غلط؟ صح. يعني الموضوع يوصل لكده يا كابتن؟ لا احنا عندنا جزء غير انضباطي لازم ادارات الانديه تشتغل عليه. واللي كابتن سنه 85 والاتحاد يا كابتن انا فاكر معرفش كان ده كان ايام ما كان حسام حسن ايوه نجم النجوم كان بتوقف سنه ايوه برافو عليك ابراهيم حسن. بقول لك ايه، احنا واحنا صحفيين كانت القرارات دي لما تتاخد واحنا بنكتب كنت مش ايه يا باشا، كنا بنكتب انه عادي ده الاهرامات حسن لا كنا بنكتب أيوة. صالح سليم نزلهم الطياره رجعه عشان مش عارف غلط في ايه. ما لسه بقول لك اهو كابتن احنا 85 كنت لسه 19 سنه او 18 سنه، الاهلي والترسانه كنا في الاهلي وبنلعب قبل الماتش الفريق الكبير في الاستاد، وكان انور سلامه وانا وكان لعيب معانا اسمه احمد رزق راح الزمالك، ضربنا الحكم او اتخانقنا مع الحكم او يعني جت الصور. احمد رزق راح الزمالك اصلا. برافو عليك. اتشطبت انا واحمد رزق من سجلات اتحاد الكوره سنه 85 سنه كامله 18 سنه 18 سنه، وانور سلامه توقف ست شهور عشان زق الحكم، وانا واحمد رزق من ورا ايه جاملته يعني قعدنا نزق شطب نهائي. انت عارف عفوا عننا ليه؟ لما كاس الامم 86 خدناها قال لك عارف انت اللي هو بيخرج عفو جماعي عفو عن المشطوبين موقوفين كلهم، بس كان قرار حسام حسن اتوقف سنه ده ثواب يا عبد الجليل يعني يا كابتن في مش بين عليه كتير. لا عبد الجليل مش بين عليه كابتن. انت توقفت قبل كده؟ لا هو خالص لا خالص، بس في لعيبه توقفت وانت بتلعب اكيد كتير. ونجوم نجوم يعني مش طبعا. لا طبعا مليه. فاحنا يا كابتن برضه هنا عندنا تطبيق اللوائح ضعيف، فاللعيب بمرور الوقت بيستمرق الغلط بالظبط وفاكر ان بره هيعمل كده لا وفي الاخر ايه هتخصم 10000 جنيه يتخانق مع الحكم الغرامه ايه ماتش و10 وممكن تتشال عادي بالظبط صح ولا غلط؟ كام لعيبه كابتن اجنبي مصري هنا راح هناك وما مشيش كويس
عشان التصرفات دي، يجي ينزل المدرب اخر دقيقه يروح عامل فالنا، يقعد بعيد ما رضاش ينزل. لا بس الاجانب هنا ملتزمين، اللي بيقول لنا من بره ملتزمين. بكلمك على المصريين اللي عشان هم طالعين من هنا بنزل لكم كده، فمتعودين الحاجات دي بره. بالظبط، عايشوا وعارف في الرولز بتاعته وعارف له ايه وعليه ايه، فمش كده. حسام غالي يا كابتن في توتنهام. لا ما التيشيرت خلاص ما نسوهاش. شكرا حسام حسن، مكسر الدنيا. وعمر حسام حسن جايب اربع اجوان في سيلتيك. عمرو كان يعني مثلا ايه، نازل ماتش منتخب مثلا، المفروض العوده مثلا بكره، يقعد يومين 24 ساعه بس، عدها له مره الثانيه. ده الراجل المدرب كان ستيف بروس باين. ده كان جايب ست اجوان، ده جايب ست اجوان. ايه ده كان مكسر في اول 10 ماتشات ريال مدريد خلاص في الدور. كان عايز قبل ما اطلع الفاصل، قال في المدرب عمل تصريح قال ايه، انصح كل مدرب الدوري الانجليزي ما حدش يجيب عمرو زكي. وقف سوقه مشاه وفعل، ما رجعش عمرو زكي الدوري الانجليزي غير بعد سنه ولا ايه، راح ويجن كده شهرين ورجع تاني. بس الثقافه هنا للاسف. نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. طيب هرجع تاني يا كابتن عبد الجليل لماتش العين. ازاي الاهلي، خد بالك ده ماتش مهم جدا قوي، لان هو له هدفين، انك تكسب. لو كسبت العين انت بتكسب بطوله لاول مره في التاريخ، اللي هي بطوله القارات الثلاثه. فلوس عملوا كاس كتير قوي، هيبقى في ستيج وتوزيع ميداليات وكل حاجه. ايوه بطل اسيا وافريقيا والمحيط الهادي اللي هو الاوكيانوسيا، اللي هو العين اوكيانوسيا لو اللي هو البطل العين كسبهم وهيلعبون. ما هو العين كسب اوكلاند، فبقى العين بطل اسيا والمحيط الهادي. فالاهلي لو كسب العين يبقى بطل افريقيا واسيا والمحيط الهادي لا اوكيانوسيا. فعاملين كاس مخصوص طبعا، و2 مليون دولار كتير قوي، بالك مش رقم عادي يعني. 100 مليون طيب، 2 مليون دولار طبعا. 100 مليون غير ان انت توصل سيمي فاينل كاس القارات، تكمل في البطوله الثانيه وتلعب في قطر، ممكن توصل نهائي سهل قوي. انا بقول الاهلي في الفاينل لو كسب. شو انا حاسس بكده. ليه؟ بس لو عدى هيدعم بقى خلاص. هيدعم؟ لا طبعا غير هيدعم، هيبقى في ديسمبر مش هيدعم. بس هو القصه ايه؟ انت هتلاعب الكسبان من بطل امريكا الشماليه والجنوبيه، فمش بعيد عنك. لا مش بعيد قطر. مظبوط. وجمهور مصري كانك بتلعب في مصر. يعني انت مش بعيد عنك يعني. ما انت هتلعبش ريال مدريد يعني. ما صح. فكانك بتلعب في مصر، فتكسب تروح تلعب ريال مدريد سهل، توصل ان شاء الله نهائي. حلو. فماتش مهم جدا 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 جدا. كيف سيتعامل كولر مع هذه المباراه؟ يعني قول لي فنيا ازاي انت بتقول العين هجوم رهيب جدا جدا ونص ملعب قوي، بس ديفنس عنده مشاكل. حلو. ازاي يلعب العين؟ ما هو الدور بتاع اللعيبه المره دي، ما كولر بس ما قلفش، نازل التشكيل الصح اللي هو بيرسي تاو واي بقى مهاجم. اعتقد لو لاعب كهربا الثلاثي ده بقاله كتير ما لعبش جنب بعض، حسين وكهربا وبيرسي تاو. اخر فترات كانوا متالقين وكانت الكيمياء راكبه. التلاتة دول يا كابتن لو فايقين وضغطوا على الناس ومن وراهم امام ومروان واكرم لو هيلعب، التلاتة دول يا كابتن او الستة دول ممكن ما وصلوش حاجة. هو ده كولر النهاردة، لازم هينزل من اول دقيقة ضاغط على العين، ما يدهمش فرصة. لو اللعيبة دي فايقة بالذات الاطراف بتوع بيرسيتاو وحسين، لا هنشتغل عليهم جامد قوي. انما لو دولت مفيش الشراسه ومفيش اللعب اللي هم بيلعبوه الجماعي والشراسه ان هم يروحوا، هنتعب من العين. يعني فرقه تقيله وهتعرف توصل لنا، ولو راحت عندنا الفراوده دول فيهم واحد برازيلي اشول شعره ابيض وكده لعيب كوره، فده لو ما تحطش عليه العين كويس يا كابتن. بس الميزه عندي انا 60,000 70,000 في الاستاد، الاجواء، اللعيبه بتاعتنا بتعرف تلم نفسها بسرعه كابتن حتى لو وحشه. طيب كل ده ماشي، بس انا كلمه السر هتبقى نص الملعب بتاع النادي الاهلي في الماتش ده يعني. اللي عنده نص ملعب يسيطر اكتر طبعا. بس خلي بالك نص ملعب النادي الاهلي مش في احسن حالاته، مع احترامي يعني، ما حدش فيهم يعني اكرم شويه بيعافر. انا قلت على فكره ان العين في طريقه وصل، بس هو حصل عطل في الطياره بتاعتهم وهيوصلوا ان شاء الله 6 الصبح يجوا بالسلام باذن الله. يعني ما وصلوش لسه، يعني مفترض كان يوصلوا النهارده بالليل يعني. ده حاجه حلوه، ده فيها الخير برضو، العطله دي فيها الخير. بس خلاص يعني دلوقتي يعني الناس بتيجي بطيران خاص وقبل الماتش مفيش مشكله، بس فيها الخير. لا كده كده جايين مفيش مشكله، ما اقصدش يعني بقت بالنسبه لعيبه الكوره دلوقتي هتشجع الاهلي يا بشير؟ اكيد طبعا.
بجد؟ اه طبعا الاهلي بيلعب اي فرقه بره هشجعها. صدق انا سالت احمد عيد قبل كده قال لي لا. ايه؟ انت محترم والله. سالت احمد عيد قبل كده. ما محترم اللي محترم. ايه؟ يعني احمد ما هو احمد عيد محترم. لا محترم احمد عيد، انت هتوقعني في احمد عيد؟ لا طبعا. اصل انا استفاد ايه لما الاهلي يخسر؟ قول لي كده. ايه؟ استفاد ايه لو الاهلي خسر؟ الاهلي بيلعب بره. بيلعب بره مصر. اقول لك انا ماليش دعوه. دي برضه دي ثقافه وجهات نظر. لا لا ساعات انت بتحبوا تفرحوا في الاهلي، فرحتكم بتبقى في الاهلي. الزمالك. انتوا مين؟ الزمالك والله دلوقتي على حاجه 7 سنين اللي فاتوا كان فرحته. انا رديت عليك بتضمني تاني ليه؟ ده زملكاوي كبير ده. اه ما بيقول لك انا لما الاهلي لعب اي فريق. طب انت لو الزمالك بيلعب اي فريق بره بامان بتشجع؟ يا جدع انت، يا جدع انت كان بيلعب كوتوكو سنه بعد كده لعبناه في السوبر. لو الزمالك يا جدع انت بدعي لهم. الزمالك هو بيلعب نهضه البركان مثلا. لا اشجع الزمالك. ايه يا كابتن في ايه يا كابتن؟ احنا لعيبه كوره، انا مش جمهور. طب انا لعيب كوره، اه بحب الاهلي بس ما اتمناش الزمالك يتبهدل من الاهلي. طالما ما لعبش الاهلي خلاص. لا يتبادل من الاهلي ماشي. اي حاجه مش مصلحه يعني مش مصلحه الزمالك وهو بيلعب او الاهلي تلعبه. لا سجال، انما فرقه من بره تلعب الزمالك ما ينفعش. احنا لعيب الكوره يعني. انا بنحس باللعيبه دي طبعا، لعيبه زمايلنا طبعا، بس أنا مش بحسبها زي الجمهور. لا لا يعني الجمهور الاهلي والعين عايز الاهلي يكسب طبعا. طبعا من قلبي من قلبي من قلبي يعني. اصل انا انما اي فريق مصري يعني لو بيراميدز بيلعب بفاينل اي فرقه تاني مثلا ولا انت طبعا بس بس اهلي ولا زمالك وزمالك بس. انا مش بس بيراميدز مين اللي فيها كابتن؟ رمضان صبحي ابننا، اسلام عزه كان ابننا، لعيبه هما اولادنا برضو. ولا الانديه الجماهيريه بالذات بيبقى الامور. لو انت الاسماعيلي كنا بنشجعه في بطوله افريقيا كابتن. اصل انا يعني ليه بقول لك احنا بنحسبها ان احنا دول زمايلنا يعني عارفين وتعبانين قد ايه. طب والله ده احساس كويس. لا كابتن اصل اغلب لعيبه الكوره كده والله والله رجلهم في الملعب. كان الزمالك وكتوكو سنه 93 وضربات الجزاء واسماعيل يوسف ضيع. انا فاكر كويس قوي كنت قاعد، كنا لسه كاسبين احنا من افريقيا سبور واخدين البطوله ومستنيين اللي يكسب من الزمالك. كنت قطر كوس انتوا وقتها. واسماعيل ضيع. انا مش عارف مين كان داخل في كوتوكو لو حطها هو كوتوكو اللي يكسب. نادر كان واقف. انا قعدت قعدت ادعي ان الزمالك يكسب، ما اعرفش ان الدعاء هيوصل ان الزمالك يكسبني في السوبر. ها؟ يعني كوتوكو اللي كسبت. قال لك ما كنتش دعيت لان الزمالك جالنا كسبنا في السوبر. هو اللي كسب يعني. لو كوتوكو كان حطها كنا احنا خدنا السوبر. والحمد لله. ندم انه دعا. لا انا عايز افهمك ان احنا ما ده سوبر 94. احنا لعيبه مع بعض كابتن بنتمنى لهم الخير، انما الجماهير مع بعض بتحفل على بعض امر طبيعي. في وفي بس والله في قطاع كبير من الجمهور كده. في اللي هو ايه؟ بيبقى عايز الاهلي يكسب ولا فريق بره والاهلي عايز. ما قلتوا فيها شمانه يعني. انا في الراديو بيخش عليا ناس كده وكده يعني. في ناس كتير اهلاويه تخش يقول عايز الزمالك يكسب لما يكون الزمالك بيلعب فاينل افريقيا مثلا الفدرالية اللي فاتت دي. وزملكاوي بتخش معايا في الراديو كابتن. واللعيبه برضه في لعيبه كده وكده، في لعيبه تقول لك انا عايز لا يخسروا. ايه المشكله؟ انت كنت في الملعب كاب شبانه. بناخد انطباع من السوشيال كانه ده كله الجمهور. كاب شبانه انت كنت في النهايه في الملعب صح؟ احنا بنصدر دايما المشاكل. ما كان السوشيال ده هو كله الجمهور بيصدر. آه بيصدر مشاكل. انت كنت في الملعب النهائي صح؟ في بدايه الماتش فعلا كل الجمهور. اه في السوبر الاخير ده كل الجمهور اتحد في حاجه معينه كده وعمل اعلام بيضاء فعلا زي ما قالوا. ولا الاهلي والزمالك مع بعض كانت اول ما الماتش بدا ولا قبل؟ قبل الماتش ما ابتدي. انا باشا واصل بعد الماتش بدا بثلاث دقائق. ما شايفهاش ممكن. بس يعني ايه الاعلام البيضاء؟ مش فاهم يعني. عبد الله يعني جمهور الايد بيأيد الزمالك في المحنه اللي هو فيها. ايه ده ازاي؟ ما تفهم يعني رافعين اعلام بيضاء معاهم. ايه بيرفع اعلام بيضاء؟ مش فاهم ايه اعلام بيضاء. مش فاهم يعني عشان يشجعوا الزمالك يعني عشان المحنه. انت ترجمتها كده ازاي؟ انا ارفع اعلام بيضاء ايه؟ ترجمته ايه يعني؟ والله انا اتقلت. هو انتوا بتقولوا سحر مثلا؟ هو انا مش فاهم يا جدعان. هو انا ملحتك ليه؟ معلش اسالك ده رفع علي مبيض. ايه رفع علي مبيض يعني؟ كاتب ايه المره اللي فاتت؟ ما هو بس هو انا والله ما عملت حاجه. انا والله هو عارف ملحتك ولا مش عارف ملحتك؟ عارف طبعا. لان انا عارف ايه ملحت؟ لان انا المره انت بيقول لك الاعلام البيضاء عايز يقول لك ان الجمهور يعني بيجي بيأيد الزمالك ممكن يتضامنوا في موقف يعني. انما بعد خمس دقائق وجهه نظرك يا عم لنفسك وانت نحترمها، لكن انا وجهه نظري غير. هتحجر كمان تقول لي لا؟ عادي زي المره زي الحلقه اللي فاتت. لا طب نص ملعب الاهلي مين نص الملعب او تقول مين ثلاثه اللي في نص الملعب يفرقوا مع الاهلي لو لعبوا جنب بعض؟ في الحاله اللي انا شايفها دي لا يعني مش هقدر. لان لا يعني هو الراجل عنده طريقتين بيلعب بمروان واكرم توفيق وامام. المره اللي فاتت نقل اكرم لعبه باك رايت الماتش الاخير بتاع الزمالك ولعب مروان وكوكا مع امام. انت مع انه ممكن تقول ابدا بعمر السولي؟ اقول لك اهو استنى. ممكن تقول ابدا بقفشه واقعد مع امام يعني انا مع وتقول ابدا بقفشه وامام مروان يعني في خمس ست لعيبه في الاهلي يعني تقدر تختار بينهم. هو مروان عطيه وامام عاشور واكرم يبدا بالثلاثه دول؟ اه الثلاثه دول يعني
يعني اكرم لو في أسوأ حالاته وهو مش قادر هيقدر ينحرر امام ومروان بقلبه. يعني اكرم في ماتشات كتير قوي يعني بيبقى بعيد عن الكوره لكن قلبه وروحه الروحه اللي بيلعب بيها بي 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 اه بيقوم بي 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 اللي جنبه واللي جنبه واللي قدامه. لا طبعا اللعيبه رجاله يعني دي رؤيه مساك. انت سالته هو كمساك قال رؤيته. تيجي بقى للفراوده والكلام كده اكرم هيلعب باك رايت الماتش الجاي. ده مزاجك انت ولا ايه؟ اسمع بس اتفضل يا عم بلاش انت ده ما قلتش حاجه مره حصلت ده مش نتائج ده طيب. تحليل انت الريس بيقول لي انت تحب مين يلعب ويبقى كويس في نص الملعب عشان قلت له الثلاثه دول حطيتش خد بالك كابتن بشير حط في اعتباره ان هو عندهم فراوده ونص ملعب مهاري جدا ما عندهم مش هيعرف كده هو اللي لسه قايل كده هو اللي لسه قايل ايوه يا باشمهندس. طب انت رايك ايه؟ طبعا اكرم باك رايت لان عمر خفيف عمر لعيب كويس يعني بس اكرم ملعبش نص ملعب لا لان الاطراف بتاعتهم جامده جدا افتكر كلامي اكرم وكوكا هيبقى ليه دور هو ومروان في نص الملعب كوكا كان كويس الماتش مش وحش وامام قدامه يعني انت بتقول كوكا ومروان وامام واكرم هيلعب باك رايت. طب انت مش هتلعب الثلاثه دول خالص الثلاثه انت بتقول اكرم ومروان وامام دول انسب مين باك رايت؟ عندك اتنين عندك عمر وخالد عبد الفتاح بيجربوا لي يومين دول لو كويس هيخش كمال. انت حكمت على عمر كمال ان هو باك رايت وحش لما انت جربته بره. لا عمر هو اللي لعب باك رايت هو احسن واحد لا مش انت يعني كلام بشكل عام يعني كده عمر احسن واحد يلعب الحته دي في النادي الاهلي في مصر. انا انت عايز تلعب كره هجوميه هو عمر كمال ما بيهاجمش ده بيطلع من القدام. ما انا بقول لك لو بتعمل كره هجوميه انما دفاعيه هو قصده فرقه تقيله الوينج ليفت بتاعهم بس كده قصده كده عبد الجليل الوينج ليفت بتاعهم تقيل يبقى انا لما هطلع ما هو مش هيطلع هيقف هيقف انا عايزه ما يطلعش ما انا فضلت مستنيه هيطلع انما لما انا هطلع عليه بس هيقف. لا يا حبيبي هيخلي واحد من نص الملعب قبله ده يعلق قدام تتلعب له روح في ايه اللي هيعمل فكره ما يروحوا يرجعوا ورا بعض. لا في رمضان يا ابني لا لقيت ايه لو الباك رايت لما بيطلع بيوقف راجل هناك بتتكلم في ايه؟ بيوقف الباك ليفت يعني انت مع ان انت اكرم لازم بيلعب باك رايت لازم باك رايت لانه اتقل من عمر في طيب وسام ولا كهربا؟ لا وسام طبعا دلوقتي ما هو كهربا بعيد كهربا بعيد بقاله فتره ولعبوا ماتش تقيل زي ده مره واحده ده انا كده ببقى بخلص عليه ممكن اديله خلص ايه ده اديله لو اتحط اديله اللي فاتت كان جاي من الديب فريزر وجاب يجي 8 تجوال ما انا حصل والنهايه ايه دلوقتي وسام لو مش جاهز 100% هتلعب بكهربا ولا بطاهر ولا بيرسي توفير ود انا 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 السوشيال ميديا عميانه الكلام اللي بيتقال ان في ضرب نار دلوقتي قال لك خلاص انا حطيت صوابع العشرة في الشق المدير الفني من بيرسي تاو مش عايزه خلاص ده الكلام ده في السوشيال ميديا النهارده بنتكلم ان بيرسي تاو يبدا ولا ما يبداش احنا مش فاهمين بس السوشيال يعني في الاخر دي انطباعات مش قرارات بالظبط يعني انطباعات ناس خلينا احنا في الاخبار اللي بتجيلنا يعني جيلنا منين ما احنا يعني في الاخر السوشيال ميديا دول جمهور ماشي بس احنا مش شايفينه بيكتب انطباعات بيرسي تاو مش شايفينه بقاله فتره فين هو لعب الماتش اللي فات نص ساعه الشوط الاضافي يعني شفته لعبه مجرايت شفته لا مفيش مجرايت لعبه مجرايت ايوه يعني ما كانش له تاثير هقول حاجه مع انه كان نازل والمفترض الفرقه يعني الفرقتين مهدودين وكان له لا كان نازل وفرقه الزمالك الشوط الثاني كانت هي ليدنج على النادي الاهلي يعني عشان يسحب بقى ويعمل حاجه كابتن محمد بيرسي تاو بقاله 6 شهور بعيد قوي يا كابتن. لا بص فاكر من قال ما قال هيمشي وهيقعد قلت لك يا استاذ محمد مش هيدي قد اللي عمله يا ريت يمشوه كابتن عبد الجليل على حسب حاله الناس دي مع الراجل ورؤيه الراجل الاسبوع اللي هو الاربع خمس ايام اللي هم جم من قبل الماتش دول رجعوا من الامارات خلاص اتمرنوا تمرينتين ثلاثه ممكن الراجل يكون في دماغه تشكيل معين لكن على حسب رؤيته في التمرين وممكن لعيبه جديده خالص بره دماغه تلفت انتباهه. طب لو وسام مش جاهز يا جماعه ما وسام خارج الماتش اللي فات تعبان كهربا ما فيهاش هزار انت هتلاعب طاهر في ملعب مستحيل هنا مستحيل 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 بقى لو مثلا كهربا ما كانش عنده مشكله اقول لك ماشي انما بعد المشكله دي صعب. طب والصلح ده ايه؟ لا ما صلح ماشي انك نزلت تمرين انما صلح ولعبك لا ده يبقى دي يا تبقى محظوظه ليه؟ جدا ليه مش هم ما انا عاقبتكش كده مع اي حد هيعمل كده شبانه. طب هل ممكن يديله هم عاقبوا ورحلوه ده لو حطه في لو حطه في 18 يبقى لازم يديله لازم يديله استاذ محمد يا اما هو العقاب ده ايه؟ مش اترحل وخد نص مليون؟ خد مليون ده العقاب واعتذر طب ما كان اقول لك حاجه طب اقول لك العقاب بقى الصحيح بتاع المحترفين انت مخصوم منك مليون بس مش هترحل انت قاعد معايا انا عايزك
لا 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 احتراف يا شبانة. احترافين ايه احنا في النادي الاهلي؟ هنا هزار. ما هو ده الاحتراف يا ابني. لا احتراف ما طب قول. والمصحف كده ما هو ما صلاح تجاوز مثلا قبل كده في حق لا تتخصم فلوس بس انا عايزك موجود. العقاب مش كوره. اسمه يورجن كلوب لما راح اتكلم جه غيره وحصل قصه مظبوط. وايه اللي حصل؟ اتوقف ما توقفش. لا 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 بس اتخصم منه اكيد او حاجه. طب ما ده اللي انا بقوله. ويلعب عادي. طب ما ده اللي انا بقوله. ده اللي انا بقوله ما يترحلش يتخصم فلوس بس موجود. ما انت بتقول مش هيلعب. ما كان بقى من هناك ما يتمش. لا 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 يترحل. لا طب لا لا كهربا مش هينفع يبدا الماتش. لو دخل ال 18 هيلعب هيديله. لو دخل ال 18 بس مش هيبدا. تقول لو دخل ال 18 ده لو دخل هيبتدي. لو دخل انت مش هيبتدي. انت شاكك انه يدخل ال 18؟ طبعا طبعا. وانت شاكك ولا هيدخل؟ مفيش حد هيدخل ال 18. الاجانب ما بتقوحش يا كابتن. طيب. في بيقول مصلحتي مصلحته ما كانش نزل من هناك بقى. الضحكه اللي في وشه كله هو خارج من الباب ده بيقول لك الحمد لله احنا اتصلحنا. هو بيتكلم على حد ثاني يا ريس. طب ما مصلحته بقى هو بيقول لك الراجل تعبان اللي هو وسام بتاع. طب ما كان ساب كهربا هناك. ما نزلوش. لا مصلحته ان هو كان بيفكر. ما انا محتاجه وراجل تعبان. لا إيه؟ مش محتاجه. ما كانش محتاج. ده كان حاطه ثالث هناك. بقول لك الراجل تعبان دلوقتي الاول والثاني طار. بقول لك تعبان وسام اصلا. وسام الراجل محتاجه. لا اله الا الله. فين؟ فين؟ في الماتش ده؟ في الماتش اللي هناك. طب حسين الشحات وينج ليفت اساسي. ما هو مفيش غيره. هو بص في اسوء حالاته. لا في رضا سليم. لا لا لا, لا بعيد قوي رضا سليم. بعيد قوي. حتى حسين الشحات لو رجله مقطوعه. لا حسين الشحات ممكن يصنع الفارق في اي لحظه. لعيب يعني هقول لك ايه. انا مثلا يعني لعيب زي باقي لما كان احسن من كده بكتير. ما اعرفش ايه اللي حصل. ما انا بقول لك هو مين؟ حرق. رضا. لا رضا بعيد قوي. الراجل حرق. كان احسن من كده بكتير. ما اعرفش. الراجل فاكر حاجه غريبه وكان كويس. بيلعب مش مبسوط عايز يمشي بقى متضايق مش راضي بوضعه. كان جاي هداف الدوري. طب اليمين بيرسي تاو لو طاهر كويس يلعب؟ هيلعب طاهر. لو بيرسي تاو يلعب طاهر. هو الراجل خلاص. لو طب وانت شايف انه طاهر دلوقتي ياخد؟ اه لما اداله بعد ماتش بعد سيراميكا ده اي مدرب كده لازم اول واحد يحط. لا يا راجل. ومصحف شريف. طب كان ليه دور معين في الماتش ده. ومش لا مين بقى مكانه طيب؟ بيرساو؟ طبعا طبعا. الفرقه ضعيفه. بس هو فين ده؟ انت لسه قايل بقاله ست شهور مش موجود. انا عارف ان هو مش شايف. امال هيلعبوا ازاي؟ حسين الشحات مش شايف. انت طار ولا بيرسي تاو؟ لا بيرسي تاو مهاريا لانه ممكن يفوق عليهم. وحسين الشحات هكذا. اديك توقعات للنتيجه قبل ما نختم. 2-0 ان شاء الله. 2-0 الاهلي. اه امال ايه؟ كابتن بشير. 2-1 الاهلي. 2-1 كابتن. الفرق دي مهما عليت انا 3-1 او 3-2. 3 كتير قوي. اصل الماتش ممكن ممكن الماتش يا كابتن ممكن نفرق واحد. ممكن ايه؟ ممكن هو اي حاجه كده خلاص. ممكن ما انت لسه قايل 2-0 حقك. اي حاجه كابتن بشير التوعي. افتكر بس الكلام ده يا ريس. ايده بس عشان ما تنسوش. والله العظيم. ايوه انت بتشطر عليا انا بس. انت قلت كام؟ 2-0. قال لك 2-0 و3-1. ده الاثنين. هو اللي قال 3-1. ايوه انت قلت امين على 3-1 مع الريس. انت قلت 2-1. انت قلت 2-1. انت اللي مقويه. طب كابتن بشير. كابتن بشير شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا ريس. كابتن عبد الجليل شرفتنا. الحمد لله على السلامه يا ريس. غيران خد بالك من علاقتنا ببعض. معلش مصحف كبر بقى. معلش معلش. احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرة ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.